التمام والثامنة صباحا بتوقيت الجزائر العاصمة، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح. سنخدمكم طيلة هذه الفترة الصباحية بفقرات موضوعاتية وأخرى خدماتية رفقة ثلة من الضيوف المختصين كل في مجاله، وتتابعون في هذا العدد. سيكون لنا حديث عن المرافقة النفسية والبيداغوجية للتلاميذ قبل الامتحانات الفصلية المرتقبة الأسبوع المقبل. سيكون لنا حديث أيضا عن الحملة الوطنية للتشجير والبرامج المشتركة بين الحركة الجمعوية وديوان مؤسسات الشباب، ووقفة أخرى عند منتدى الدول المصدرة للغاز، قمة الجزائر بأبعاد اقتصادية وأفاق جيوسياسية. في ملف آخر سيكون لنا حديث عن دور مؤسسات التأمين التكافلي في المجتمع. وفي الشأن الثقافي سنتحدث عن ملتقى الجزائر الدولي حول التراث الثقافي المغمور في المياه، بحث أثري، حماية وتثمين. نتطرق لمحاوره ومخرجاته. تفاصيل كل هذه الملفات مشاهدينا الكرام تتابعونها بعد هذه الورقة الجوية من تقديم الزميل كريم مرزوق. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. اضطراب جوي نشط الفعالية تقريبا على جل المناطق الشمالية على السواحل، وكذلك مرتفعات وادي ضاب، أمطار كذلك ثلوج كانت حاضرة على المرتفعات الداخلية. مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت عدة نشرات جوية إذن عن تواصل لتهطل الأمطار التي ستكون معتبرة بكميات تتراوح ما بين 50 إلى 60 لغاية 90 ملمتر من المناطق الوسطى إلى غاية المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية والولايات المعنية، بداية من عند الدفلة، البليدة، تيبازا، بومرداس، كذلك المدية، العاصمة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيك دعنبة، طارف، حتى على المرتفعات الداخلية الشرقية على كل من شمال سطيف، كذلك قلمة، ميلا، قسنطينة، حتى على سوق هراس. إذن كمية الأمطار تكون جد معتبرة إلى غاية يوم الغد على الأقل. حتى الثلوج ستتواصل في التهطل أو في التساقط تقول على المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1000 متر من الغرب نحو الشرق. هبوب رياح قوية تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الواجهة الشرقية، بإمكانها أن تصل لغاية 70 كم/ساعة. سحب عابرة على شمال الصحراء مع هبوب رياح قوية ستعمل على تطول رمال على كل من منطقة الواحات، كذلك الصورة، الهضاب العليا الغربية، حتى على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. سجلنا طقس بارد خلال هذه الصبيحة، 4 درجات دون الصفر على كل من باتنا وتبسة، كذلك البيض ونعامة، 8 درجات على العاصمة، كذلك طقس بارد على شمال الصحراء ومنطقة الصورة مع 1 درجة دون الصفر على بشار، 7 درجات على تمنراس، 18 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجة الحرارة القصوى تبقى دائما منخفضة، طقس بارد، ننتظر بحول الله 11 درجة على طول الشريط الساحلي، 10 درجات على تيزي وزو، البويرة، البليدة، كذلك المدية، 13 درجة على التيارت، 12 درجة على كل من سطيف، قسنطينة، حتى على تلمسان، 14 درجة على بسكرة، المغير وتوغرت، 18 درجة على الصحراء الوسطى، 21 درجة على تيندوف وبني عباس. أعلى مقياس من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي 34 درجة منتظرة وتحت الظل. أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى مضطرب على كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، سيكون كثير الاضطراب، رياح قوية من معتدلة على الوجهة الوسطى إلى قوية على الوجهة الشرقية تقارب 70 كم/ساعة، تبقى ضعيفة إلى معتدلة على الوجهة الغربية. شروق الشمس لصباح غروب الشمس سيكون بحول الله في تمام 6:40. أشكركم على المتابعة، يومكم طيب وسعيد، والسلام عليكم.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. شكرا للزميل كريم مرزوق على هذه التفاصيل الجوية، ونستهل مشاهدينا الكرام أولى فقراتنا لهذا الصباح بالحديث عن أهمية التحضير النفسي والبيداغوجي للتلاميذ قبل وأثناء فترة الامتحانات، وكيف يمكننا امتصاص القلق التوتر والخوف. للحديث أكثر في هذا الموضوع نسعد باستضافة الأستاذ أحمد الأزرق، أستاذ بجامعة المسيلة، متخصص في طرق وأساليب التدريس. صباح الخير سيدي. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. نعم، إذن سيدي من المرتقب يعني أن تستهل الامتحانات الفصل امتحانات الفصل الثاني الأسبوع المقبل، ربما كيف يمكننا مرافقة أبنائنا التلاميذ من الناحية النفسية وأيضا من الناحية البيداغوجية؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. فعلا ابتداء من الأسبوع المقبل تبدأ الامتحانات الرسمية للفصل الثاني، وهذا يتطلب الكثير من الجهد سواء كان على مستوى المؤسسات التربوية، سواء على مستوى التلميذ، أو سواء على الأسرة. فهناك الكثير ما هو مطلوب من الأسرة لمرافقة التلاميذ قبل، أثناء، وحتى بعد الامتحانات في عدة أركان. عندنا أربع أركان وجب على الأولياء، نتكلم عن الأولياء من جهة، نتكلم عن التلميذ في المنزل من جهة، والتعامل مع ورقة الأسئلة من جهة ثانية، ثم نتكلم عن الأستاذ، عن الأستاذ وطريقة تعامله مع الاختبار الجيد الذي وجب أن يكون موضوعيا في متناول التلاميذ لقياس المكتسبات لدى التلاميذ في كل مرحلة سنية معينة. نعم، ربما ما هو دور الأستاذ هنا خاصة في المرافقة البيداغوجية؟ طبعا لما نفكر جديا في الاختبار، من المفروض نفكر في المكتسبات أكثر منها علامات وتنقيط. ومن هذا متابعة الأستاذ لمختلف المراحل الفصلية لتلاميذه، يمكنه أن يتحكم في الاختبار الجيد. أولا وجب أن يكون الاختبار أكثر موضوعية، ثانيا وجب أن يراعي المستويات المختلفة للتلاميذ، هناك أسئلة سهلة يعني صعبة نوعا ما، ثم الأسئلة الصعبة. ثالثا وجب أن تكتب الأسئلة بألفاظ مقروءة ومفهومة. رابعا يمكن حتى وجب على الأستاذ أن يتحكم في السؤال، حيث لا يجب أن يكون للسؤال عدة إجابات، إجابة واحدة، وبالتالي لما يتعامل بمستوى التلاميذ وطريقة طرح الأسئلة تكون أكثر موضوعية، أكثر علمية، تخدم أكثر الخبرات التي يسعى إلى قياسها، لأن هناك فرق بين القياس والاختبار ثم التقييم ثم التقويم. هذا هي أمور تقنية، كل من هذه العمليات لها مفعولها ودلالاتها يمكن أن يقيم التلاميذ من خلالها. نعم، بين يعني مختلف المراحل، مرحلة الابتدائية ومرحلة المتوسط وحتى الثانوية، أقول يعني يجب أن تكون هناك مرافقة، ربما أين تكمن يعني مواطن اختلاف المرافقة بين المراحل الثلاث؟ لما نتكلم عن المرافقة هنا يمكن أن نقسم المرافقة إلى جزئين، يعني المرافقة البيداغوجية التربوية داخل المؤسسات التربوية، والمرافقة الأسرية لكل مرحلة معينة. بمعنى آخر، المتابعة والمرافقة للأسرة تكمن في أربعة أركان. الركن الأول هو الركن العقلي، ثم الركن النفسي، ثم الركن الصحي، ثم الركن الروحي. لما نأتي لهذه الأركان، لأنه ذكرتي في أول اللقاء بأن هناك توتر وقلق، لماذا يقلق ويتوتر التلميذ في هذه المرحلة بالذات؟ أولا يجهل طريقة الأسئلة، وهو الخوف النابع من طريقة طرح الأستاذ للسؤال. اثنين، يخاف أنه لم يتمكن من تحضير كل الدروس استعدادا للامتحان. ثالثا يخاف من النتائج السلبية إن وجدت على التلميذ وعلى الأسرة، وبالتالي هذا التوتر وجب أن يعي الأولياء كل هذه المراحل، وذلك بالتحكم في الإيحاءات الإيجابية وتفادي كثيرا الإيحاءات السلبية.
لو نفصل أكثر، الإيحاءات السلبية هو دائما تكون إما نقارنه بشخص آخر، نركز على العلامة أكثر من الاكتساب للمهارات الحياتية، نركز يعني لا نعتني بالجانب الصحي وهو النوم مبكرا، الابتعاد تماما عن الأجهزة الإلكترونية، إعطاء بعض الثقة من خلال التحفيز والدافعية للتلميذ كي يتمكن من التعامل مع الأسئلة وورقة الإجابة بطريقة منظمة ممنهجة، يتمكن منها في إدارة الوقت من جهة والتحكم في الأجوبة مع ترك وقت مناسب لمراجعة الأجوبة. نعم، يعني لما نتحدث بيداغوجيا عن مرافقة التلاميذ قبل، خصوصا يعني قبل الامتحانات، كيف يمكننا امتصاص هذا الخوف، هذا التوتر، وأيضا يعني هذا القلق من الامتحانات؟ طبعا بالنسبة للأستاذ وجب عليه أن يذكر دائما بأن النقطة السلبية أو النقطة المعدل الخفيف ليس نهاية العالم أولا. ثانيا يعطيهم الهدف الحقيقي من عملية الاختبار والتقييم، لأنه هناك تقييم هناك تقويم. التقويم ما هو؟ أنك تجد العلامة تعطي القيمة اللفظية ثم تسعى إلى تصحيح وتعديل المعلومات لدى الطفل من خلال الخبرات المكتسبة في مختلف المراحل. هذا من ناحية الأستاذ. ناحية الأسرة هو التأكيد دائما على جدولة المراجعة، ونتمنى دائما دائما أن تكون المرافقة للأسرة قبل الامتحانات بمدة كبيرة، ليس فقط قبل الامتحان بيومين أو ثلاث، لأنه لا يمكن التحكم في مراجعة كل المواد بطريقة ممنهجة صحيحة وسليمة دون أن يكون التلميذ في توتر والخوف من عدم مراجعة كل الدروس والاستعداد الفعلي للامتحانات. لما تكون المتابعة قبلية يمكن التحكم في جداول المراجعة. وأنا يعني أنا أكاديمي مهتم بالجانب التربوي جدا، أقترح من خلال يعني من خلال الحصة أن تكون منصة خاصة بالأسرة. حاليا وزارة التربية مشكورة على المجهود الجبار عن فضاء التلميذ، فضاء الأستاذ، والمنصة الخاصة بالتربية والتعليم، لكن ما أوده أن تكون هناك منصة خاصة بالأولياء وتكون أكثر بساطة من يعني أساتذة مختصين في علم النفس الإكلينيكي مثلا، وكيفية التعامل مع التلاميذ في السلوكات غير المرغوب فيها، في تعديل السلوك، في محاربة و يعني بما يسمى صعوبات تعلم النمائية، لأنه الكثير لا يعلم بأن صعوبات تعلم هناك نوعين. صعوبات التعلم النمائية اللي هي التركيز والذاكرة والذكاءات المتعددة، بالإضافة إلى الصعوبات الأكاديمية اللي هي الكتابة والقراءة والحساب في الرياضيات والتعبير والإملاء. إذن لما تكون منصة خاصة بالأولياء وتكون أكثر بساطة، تعطيهم المعلومات الكاملة، كيفية التحضير للامتحانات ثانيا كيفية التعامل مع السلوكات غير المرغوب فيها، لأنه أغلب الماكثات في البيوت لديهم مشاكل مع الأولاد في بعض السلوكات غير المرغوب فيها ولا يجدون العلاج، رغم أنه كل سلوك غير مرغوب فيه لديه العلاج. فقط أنه بعد سن 3 سنوات نقوم باختبارات الذكاء التي من خلالها يمكن أن نعرف مختلف المشاكل التي يعاني منها الطفل. نعم، يعني في هذه الحالة كيف يمكن أن تدرك الأسرة أو الأم يعني أن ابنها يعاني من الخوف والتوتر من الامتحانات المقبل عليها؟ يجب أن نعرف أولا بأن هناك أنماط للتعلم، هناك النمط السمعي والنمط البصري والنمط الحسي الحركي والنمط الكتابي، نوعية التلاميذ هكذا. يعني لو تأتي بتلميذ نمطه بصري يعني تعطيه الدروس سمعيا لا يمكن أن يدرك معنى أو القيمة الحقيقية للمعارف. وجب على الأم أن تعرف نوعية نمط ابنها، تلميذ سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسط، تعرف نوعية النمط الذي بإمكانه أن يتعلم في البيت، القيام بالواجبات من ناحية، الاستعداد الفعلي للامتحانات ويكون أكثر فاعلية، تحكم في المعارف، طريقة تنظيم والتعامل فيما بعد. سنأتي الإجابة يعني التعامل مع ورقة الإجابة، لأنه وجب أن يتدرب التلميذ في البيت
بعض التمارين السابقة، كيفية التعامل كي يتحكم في الوقت من ناحية، ثانيا توظيف المعلومة في المكان والزمان المناسبين، والتحكم في كل ظروف الامتحان بأريحية أكبر، من خلالها يمكن أن يتحصل على العلامة الكاملة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للمكتسبات. نعم، نبقى دائما في الحديث عن المرافقة البيداغوجية والنفسية للتلاميذ قبل الامتحانات، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. متواصلون معكم من جديد مشاهدينا الكرام، ودائما والحديث عن المرافقة النفسية والبيداغوجية للتلاميذ قبل وأثناء الامتحان. ويلتحق بنا اللحظة الأستاذ مسعود بوجمعة، مفتش التعليم المتوسط بالجزائر الوسطى. صباح الخير سيدي. صباح النور. نعم، يعني كنا نتحدث عن المرافقة النفسية والبيداغوجية قبل الامتحانات وأثنائها أيضا، وأهميتها بالنسبة للتلاميذ، خاصة من أجل امتصاص القلق والتوتر والخوف من الامتحانات. شوفي، أولا أشكركم على هذه الدعوة. كم من مرة أستغل مثل هذه المناسبات لأبرز أهم الملاحظات، وخصوصا في هذه الفترة، فترة الامتحانات. الأولياء في قلق، هكذا الأولياء في قلق، يعني انتظار نتائج أبنائهم في فترة الامتحانات. هو يبقى مقلق على وليده، وهي تبقى مقلقة على بنتها. العمل، وكم من مرة وفي عدة مناسبات أود أن أقول وأكرر هذه الملاحظة، هناك ظاهرة تسمى بظاهرة تراكم الدروس. في بعض الأحيان العائلة تترك الطفل أو الابن أو الولد ما يقراش، ما فيش برنامج، ما فيش وقت مخصص للدراسة، ثم يأتي اليوم الموعود اللي هو يوم الامتحان تبدأ العائلة الجزائرية في قلق. أقول من هذا المكان، العائلة الجزائرية، أقول من هذا المكان، حاولوا قدر الإمكان أن تخصصوا وقتا للتلميذ أو للطالب، حتى هذا وهنا أدخل المرافقة، وهنا أدخل المرافقة، وفيه ثلاث عوامل أساسية. نعم، ثلاث عوامل أساسية، وكم من مرة أشير إليها. إلا أن دار لقمان على حالها، لا أدري لماذا. العامل الأول، لا أحاول أن أترك الدروس تتراكم، وأستعمل كلمة سوف أقرأ، سوف أكتب،
سوف أراجع هذه في اللغة العربية نحن نقول سوف تفيد المستقبل البعيد. عندئذ تتراكم الدروس ويبقى التلميذ ويبقى الآب في حيرة من أين يأتيه الكلم حتى يتمكن من المذاكرة والمراجعة. نعم، يعني لما نتحدث عن المرافقة لا نتحدث فقط على الأسرة بل نتحدث أيضا على دور المعلم والأستاذ خاصة فيما يخص يعني المرافقة البيداغوجية. ربما ما هي يعني الآليات المناسبة لمرافقة التلاميذ خاصة لامتصاص ذلك الخوف وذلك القلق من فترة الامتحان؟ شكرا الأخت رتيبة. هذا شيء مألوف معروف معهود، القلق والخوف وكذا. أنا أطرح هذا السؤال، لماذا أخاف؟ أنا أتحدى في الامتحانات، أنا أتحدى واضع السؤال، نقول يا واضع السؤال أتحداك، أنا رشحت، أنا البرنامج نتاعي حفظته، أنا كذا أنا كذا أنا، لماذا أخاف؟ لماذا العائلة الجزائرية تخاف؟ هي برمجت خصصت وقتا لابنها أو لابنتها، والابن أو الابنة راجع كل دروسه، لماذا تخاف؟ هذا السؤال اللي نطرحه أنا هكذا الأخت رتيبة. أنا السؤال هذا اللي لماذا أخاف وأنا كل استعداد للمواجهة. وقلت فيه ثلاث عوامل، اسمحي لي، قلت الابتعاد، نتجنب المماطلة والتسويف، هذه واحدة نمبر وان، نتجنب المماطلة والتسويف. اثنين النوم النوم النوم، ما نصارش حتى أصبح مرهقا منهكا متعبا. العامل الثالث، القطعة الأساسية الثالثة، ممارسة الرياضة. يعني عندما أمارس الرياضة تحضرني، إن لم تخني الذاكرة تحضرني دراسة في جامعة كاليفورنيا على الرياضة، إنها تساعد على هرمون النمو الذي يحفز الدماغ على الحفظ والفهم والتحليل والتركيب إلى آخره. وفيه جانب آخر نفسي، والأستاذ اللي معايا مرحبا بيك وبناس بوسعادة، هو أدرى من الجانب النفسي كيف نحضر التلميذ أو الابن نفسيا. نعم، يعني هنا كنا نتحدث عن المرافقة يعني قبل الامتحانات، ماذا عن أثناء يعني فترة الامتحانات خاصة في أول يوم؟ طبعا كما ذكر الأستاذ كلها نقاط مهمة جدا، كيفية التعامل مع التلميذ قبل وأثناء وحتى بعد الامتحان بعد الحصول على النتائج، لأنه المرافقة ليست مرحلية، هي المرافقة يجب أن تكون استمرارية من بداية السنة إلى نهايتها، لأنه ما نسعى إليه هو هذا الطفل الذي تكون لديه مكتسبات، هذه المكتسبات تعطيه نوع من الذكاء الاجتماعي، لأنه هناك نوعين بين الذكاء الاجتماعي والذكاء الأكاديمي. وآخر دراسة يعني في أمريكا مؤخرا وجدوا بأنه 80% الناجحين في الحياة العادية هم من لديهم الذكاء الاجتماعي. ما الذي نقصده بالذكاء الاجتماعي؟ بالذكاء الاجتماعي، شكرا. طبعا الذكاء الاجتماعي، هناك الذكاء الأكاديمي، أولا أتكلم عن الذكاء الأكاديمي. نعم. الأول في الدفعة ومتخرج في تخصص أعلى مستوى وكذا، أغلب ما تعطيه هاته الرتبة الأكاديمية هو منصب ممتاز أو منصب جيد، لكن النجاح في المجتمع وبناء العلاقات وبناء البيزنس وبناء الحياة الخاصة والوصول إلى الغايات والمرامي التي يسعى إليها كل فرد على حذاء، كل متى يكون لديك ذكاء اجتماعي كل ما يسهل عليك، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه، ابن خلدون قالها. وهاته هذا الجانب، ما يمكن أن نرجع للسؤال من خلاله حول التعامل أثناء الامتحان. أولا التلميذ عليه أن يقرأ الأسئلة بطريقة جيدة. ثانيا وجب عليه أن يضع خط
في كل كلمة مفتاحية لكل سؤال. ثالثا، وجب عليه أن يبدأ بالسؤال السهل قبل أن يذهب إلى السؤال الصعب، وهذا لزيادة الثقة، زيادة حالة التحفيز، زيادة الدافعية، ويتمكن أكثر ويكون في راحة أكبر، ومنه يتمكن في الإجابات الباقية. كاين عنصر آخر، لما نتعامل مع ورقة الإجابة يجب أن يحارب نفسه في عدم التسرع في دفع الورقة والخروج مبكرا. الخامسا هي مراجعة الأجوبة مراجعة جيدة، والتحكم في مختلف المعطيات التي ذكرناها وتمكن منها في المراجعة بالبيت حسب جدول معين. وجب على الأولياء أن يتابعوا هذا الجدول في المراجعة من فترة يعني بعيدة جدا عن الامتحانات، كي لا يكون هناك تراكم في الخبرات ويكون هناك ترتيب، ونتحكم في المعرفة التراكمية والمعرفة التسلسلية والمعرفة من الأقل أهمية إلى الأعلى أهمية. هنا يتمكن التلميذ من تعامل من الورقة من جهة والتحكم في إجاباته، لأنه حتى في بالنسبة يمكن أن نعطي إضافة بالنسبة للعمليات العقلية المرتبطة بالتعلم. نعم، وجدنا عمليتين مهمتين جدا، عملية الذاكرة المتوسطة مكان تخزين المعلومات، والعملية الثانية هي عملية استرجاع المعلومة والذكاءات المتعددة في توظيف تلك المعلومة في المكان والزمان المناسبين. لما يتدرب على طريقة معينة لتخزين المعلومة من الأقدم للأحدث، من الأقل أهمية للأعلى أهمية، أو بالتسلسلية بالتراكمية، أعلمه كيف يخزن معلوماته كي يتمكن من إيجادها في حالة ما يحتاج تلك المعلومة دون غيرها. نعم، يعني في هذه الحالة هناك يعني العديد من التلاميذ ممن يكونون قد راجعوا جيدا مكتسباتهم، ولكن أثناء الامتحان يعني تذهب هذه المعلومات ولا يمكنهم يعني الإجابة على الأسئلة، يتملكهم الخوف، يتملكهم القلق، وأيضا انعدام الثقة في إجاباتهم. إذا أنت أعطيتي العوامل الثلاث في نفس الإجابة. العامل النفسي اللي هو التوتر والقلق، ثانيا قلة الثقة في النفس، ثالثا عدم ترتيب المعلومات في الذاكرة المتوسطة. والدلالة على ذلك لما يجيب التلميذ إجابة خاطئة وتعطيه صفر للعلامة صفر عند خروجه من القسم، لما الأستاذ يعطيه الإجابة الصحيحة يقول له نعرفها الإجابة. المشكل أنه لما بحث عنها لم يجدها في الذاكرة. لماذا ذكرت لك أهم عملية عقلية؟ لأنه العملية العقلية ذكرناها يعني فيها التحليل، التفسير، والتركيب، والذكاءات المتعددة، والذاكرة المتوسطة، والتصور، والإدراك. إذن هذه العمليات حاليا يمكن أن نعمل على تطويرها، وبالتالي نمكن التلميذ أولا من ترتيب خبراته في الذاكرة المتوسطة، ثانيا تمكينه وتطوير خبراته في عملية الاسترجاع لما يحتاج المعلومة دون غيرها، وطريقة التوظيف لما يتمكن من هذه العملية العقلية فهو حتما يتحصل على العلامة الكاملة. نعم. طيب. شكرا تفضل. فقط أهل الاختصاص معي مرة أخرى، شكرا سيدي الكريم. هناك خطأ يقع فيه معظم يعني الأسر الجزائرية. نعم. قضية الخوف، قضية الخوف، وأنا لا أتدخل في الجانب النفسي لأنكم أهل لذلك. الخوف الخوف الخوف. أنا نراجع دروسي، أنا راجعت دروسي كما ينبغي، أنا مستعد نفسيا، مستعد فكريا، مستعد علميا، مستعد. لماذا أخاف؟ هنا تدخل العائلة، هنا تدخل الأسرة، زرع الثقة. بارك الله فيك. زرع الثقة في الابن أو الابنة، أجالس هذا الابن وأجالس تلك البنت، وأجالس في جلسة عائلية حميمية، نتحدث، نتكلم بعبارات، بكلمات توحي زرع الثقة في. وبالتالي التلميذ عندما يذهب للامتحان يذهب هو مرتاح. ملاحظة أخرى أيضا بالنسبة للطريقة. نعم. عندما يقرأ التلميذ السؤال النص كم من مرة، ما يقرأش مرة واحدة فقط. في البداية الصورة تكون نوعا ما بنظراته الثاقبة، صعب، يخاف، لكن عندما يعيد للمرة الثانية
عندما يعيد للمرة الثالثة تتضح الصورة أكثر ويصبح الموضوع في متناول التلميذ أو الطالب. ولهذا أنصح الأباء وأنصح الأمهات بالتركيز على هذا الجانب وعلى هذه النقطة. وإذا التلميذ قرأ كما ينبغي، درس كما ينبغي، فهم كما ينبغي، العلامة كاملة. نعم، يعني نجد العديد من الأمهات يعني بالخصوص ممن يعني يرافقن أبنائهم خاصة خلال حتى الأباء، ولكن حتى يعني الأباء. الأمهات يعني لا حتى الأباء أنا راني في منطقة شعبية اجتماعية، هك الأباء يأكلوا في ماكلة. نعم، يعني دائما الأولياء والأسر يرافقون أبنائهم خلال فترة المراجعة، يعني ويلجؤون لمنصات يعني المنصات الإلكترونية ومنصات التواصل يعني لمرافقة أبنائهم. هل ربما يعني يكون هناك تداخل بين المعلومات المكتسبة للتلميذ داخل القسم وبين المعلومات التي يكتسبها من خلال هذه المراجعة عبر الإنترنت ومواقع التواصل؟ أنا لا أريد أن أذكر أو أتدخل في مثل هذه القضايا. لماذا؟ كم من مرة تكلمت في هذا المجال؟ كم من مرة تكلمت في هذا المجال؟ وخصوصا في الدروس الخصوصية. لا أريد أن أتكلم على هذا. أنا أستغرب، أنا في حيرة عندما تصادفني أخت أو امرأة، أنا بنتي والله أنا وليدي يروح يقرأ في ويراجع دروسه. الحمد لله الآن وزارة التربية الوطنية فاتحة المؤسسات التربوية، ومن هذا المكان نشكر الدولة الجزائرية على أنها تفتح المدارس يوم الثلاثاء وفيه أساتذة متطوعون. لماذا تلجأين أنت؟ تقولي هذوك ما يقروش. كيفاش أستاذ تعليم ثانوي والله أستاذ تعليم متوسط والله أستاذ تعليم ابتدائي هاو يقرأ هاو يقري والدولة راه يتكون فيه والمفتشين راهم يتابعوا فيه، وتروح لي ربما الأستاذ ما عندوش علاقة لا بالتكوين لا بالمتابعة التربوية؟ أنا أستغرب هنا. يا أختي من هذا المكان أنصحك وتخسر دراهم، تخسر دراهم كبار. لا لا هذوك ما يفهموش. شوفي الفكر، أنا تغيظني الفكر اللي وصل فيه المفكر اللي وصلت فيه العائلة الجزائرية أنها تجعل مفاضلة، تفاضل بين أستاذ مكون، أستاذ مراقب من طرف هيئة التفتيش، أستاذ تكون فيه الدولة، وبين أستاذ لا تكوين. لا 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 أنا أستغرب. نعم، ربما أستاذ يعني في هذه النقطة في هذا المجال، هل يعني هذه السلوكات ربما صحية بالنسبة للعملية العقلية للطفل وللتلميذ؟ ماذا تقصدين بالسلوكات أولا؟ يعني مثلا اللجوء يعني للمنصات؟ نعم منصات. أنا دائما أفضل منصات وزارة التربية. بارك الله. كما ذكر الأستاذ، لأنه هندسة التكوين والأستاذ يعلم ذلك انطلاقا من الحوكمة والتحوير البيداغوجي ثم الاحترافية، متابعة المفتشين للأساتذة ومختلف الرتب للأساتذة بعد خبرة معينة لا يمكن أن تعوض بشيء موازن. يعني يمكن أن تكون هناك اختلال في المعلومات لدى التلميذ، تختلف من خلال طرق التدريس وأساليب التدريس. المعلومة يمكن أن تكون ثابتة، لكن إيصال المعلومة أسلوب الأستاذ يختلف من شخص إلى آخر، رغم أن المعلومة نفسها، لكن الأستاذ المكون الذي لديه خبرة وتكوين أكاديمي من خلال وزارة برنامج وزارة التربية يمكن أن يتحكم أكثر في المعارف، لأنه
لما نقول مهارات التدريسية، المهارات التدريسية الأستاذ يعلم ذلك أنها التخطيط والتنفيذ والتقويم. عملية التنفيذ كيف يمكن للأستاذ أن يكتسب تلك المهارات، مهارة الاتصال والتواصل، مهارة التشويق، مهارة الإقناع، مهارة كسب ثقة التلميذ، مهارة إيصال المعلومة، مهارة التحكم في الأسلوب، وحتى أيضا يعني المعلومات التي يقدمها الأستاذ والمعلم المكون، يعني هي على أساسها يتم بناء الأسئلة وبناء الامتحانات. بالضبط بالضبط، حتى الامتحانات الرسمية في نهاية السنة تبنى كلها من خلال ما أعطاه الأساتذة في المؤسسات التربوية الرسمية. أنا لماذا ذكرت لك منصة عود خاصة بالأولياء تابعة لوزارة التربية؟ لأنه عدنا ثلاث أنواع، يعني عدنا التنشئة الأسرية اللي هي التربية الأسرية، وعدنا الرعاية الأسرية ذكرناها هي الناحية المادية للأولياء، وعدنا الإرشاد الأسري. الإرشاد الأسري هو أهم شيء، علاه؟ لأنه الإرشاد الأسري من خلاله يمكن أن نتفادى الوقائي، الجانب الوقائي، أن نتفادى أي مشكل يمكن أن يوقع فيه ابني. نعم. ثم فيه الجانب العلاجي من خلال مختصين يعطوا الإجابة لكل سؤال من الأولياء حول سلوكات غير مرغوب فيها، لأنه التربية ما هي؟ هي عبارة عن تطوير للسلوك بغض النظر عن المعارف، لأنه المعارف هي تحصيل حاصل. لما نخدم على منظومة قيم، لما تسعى وزارة التربية إلى الوصول إلى الانتماء، إلى المواطنة، إلى الاحترام، إلى الأخلاق، إلى السلوكيات الجيدة، إلى الفعل ورد الفعل، إلى إيجاد الحلول في وضعية الإشكال أو الوضعيات المشكلة، إذن هنا أذهب بالذكاء الاجتماعي الذي أسعى إلى تحقيقه من خلال بعض الخبرات والكفاءات التي أسعى إلى تحقيقها كمخرجات من ناحية، وكيفية التعامل معها من طرف الأساتذة، من طرف الوزارة التي سخرت كل الظروف التي يحتاجها الأستاذ في إيصال المعلومة بطريقة جيدة وإيجابية. نعم، ربما أستاذ لديك إضافة. ملاحظة بارك، أولا دائما أشكر الأستاذ. عفوا أستاذي. صح، قلت بين منصات التواصل وكذا كلمة حق يجب أن تقال، وأتحمل مسؤولية ما أقول، هكذا؟ وأتحمل مسؤولية ما أقول. في بعض الأحيان هناك تناقض رهيب بين ما يأخذه التلميذ أو الطالب في القسم وما يأخذه خارج القسم. قلت كلمة حق يجب أن تقال، فيه أخطاء أخطاء أخطاء، الأشياء اللي أخذها خارج القسم، المعلم يقول له كذا، لا لا قال هنا المعلم فلان، وأستغرب وأعيد استغرابي. لماذا تلجأ الأسرة الجزائرية، لماذا تلجأ الأسرة الجزائرية إلى تبديد أموالها وتترك الجانب النظامي ليأخذ التلميذ داخل القسم؟ أنا ما فهمتش، أنا لم أفهم، رغم أن هناك، رغم أن حتى لا أخطئ، رغم أن هناك أخطاء، الناس راهي تلاحظ راهي تشوف أخطاء في المعلومات اللي يأخذها التلميذ ويجيبها من خارج القسم. أؤكد أخطاء كثيرة وفظيعة، حتى أجعل العائلة الجزائرية تنتبه، وأحذر من هذا المكان العائلة الجزائرية، لأن القضية قضية مصير أبنائها. المدرسة الجزائرية الآن الحمد لله، والدولة الجزائرية الآن الحمد لله، وخصوصا في مجال التكوين للأستاذ أو الأستاذ داخل القسم له زاد، له زاد، له زاد، وله أنا برنامج أيضا. وله أيضا برنامج أكيد يعني. والبرنامج هذا السيد المفتش راه يتابع فيه، الوزارة راه تقارير أنا نقدموها من حين مش من حين، يعني كل فصل، كل شهر، كل يوم، ومتابعة الأستاذ. حتى البارح وأنا في القسم، البارح برك وأنا في القسم، المتابعة التربوية، والأستاذ اللي راه خارج القسم شكون اللي راه يتبع فيه؟ يتبع فيه الجانب المادي. أنا قلت كيفاش واحدة تقول لي أنا بنتي رايحة تقرأ ما تقرأ ليش أنا في الله، رغم أنها مثقفة وأعرفها وهي ربما رأيت شوفيها. نعم. رغم أنها مثقفة أنا أستغرب.
ربما لديك إضافة كنقطة. لا بإذن الله، يعني لما ذكر المنصات غير الرسمية ما ندعو إليه ونطالب به حفاظا على أبنائنا فلذات أكبادنا ومواطني المستقبل، هو أن نهتم بهكذا منصات لأنها كي تكون البديل. نعم، ربما في هذه النقطة فقط استسمحك، اليوم يعني التكنولوجيات الحديثة تفرض نفسها في كل يعني المجالات، كيف يمكننا أن نستثمر فيها يعني بإيجاب من أجل ربما مرافقة التلميذ خاصة في فترة الامتحانات؟ الفضاء الذي فتحته وزارة التربية للأولياء فضاء خاص بالأساتذة، فضاء آخر خاص بالتلاميذ، وبالتالي اهتمام بالضبط. الوزارة تسعى دائما إلى تحقيق كل ما يخدم المنظومة التربوية ابتداء من الطفل أو التلميذ إلى الأستاذ إلى الولي. فقط لو تكون هناك منصة خاصة بالإرشاد الأسري وتكون بلغة بسيطة من مختصين كي تكون البديل، لأن الأولياء دائما في حيرة في أمرهم سواء كان في المرحلة القبلية للامتحانات أو حتى في الامتحانات، وإن شاء الله الأكاديميين موجودين، المتخصصين موجودين، إن شاء الله الفكرة توصل ونفتح منصة لتقدر يستفاد منها الأولياء في متابعة ومرافقة الأبناء في الإرشاد الأسري. نعم نعم أستاذ، ربما لديك إضافة في هذه النقطة ككلمة ختامية. كلمة ختامية صح. بالنسبة أنا نصيحتي دائما للأولياء، ما تخلونيش كل مرة نجي هنا نتكلم، كل مرة نجي إلا كما قلت لك قبيل، إلا أن دار لقمان بقي على حالها. تابعوا أبناءكم، يدخل في الفصل الأول في بداية السنة نخصص له وندير له برنامج وما كانش قاع. ومن بعد عندما أنا وقعت مرة في شجار في نقاش حاد مع زميل من الزملاء، قال لي كيفاش الآن الدروس تراكمت، حب يقول لي كيفاش المراجعة، طبعا المراجعة الفردية المراجعة الجماعية إلى آخره، قال لي كيف الدروس تراكمت كيفاش راح نراجع. الأسرة لم تجعل برنامجا خاصا لابنها في البداية، تتابعه دائما معه، تكلمه تحاوره. الدرس الأول خذيته في القسم، نجي للبيت بعد ما نشرب قهوتي نجي للبيت نظرات فقط، لأن المراجعة عن طريق الكتابة، عندما أكتب أراجع، عندما بنظراتي الثاقبة هلا أراجع. هناك مجالات عديدة اللي تتم فيها المراجعة، والدرس يصبح هنا ثم أنتقل إلى الدرس الثاني وهكذا دولي. نعم هكذا نعم. أنصح بعدم الحاجة الوحيدة بعدم تراكم الدروس. شكرا لك أستاذ مجمع على كل هذه النصائح والنقاط التي تحدثت عنها. شكرا لك أستاذ أحمد لزرق على ثاني كل النقاط، خاصة فيما يخص المرافقة البيداغوجية والنفسية. نتمنى كل التوفيق للتلاميذ المقبلين على الامتحانات. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. أعطيكم الصحة. في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وامتداداتها الدولية، ومع تغير مسارات تسويق الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، في ظروف اقتصادية عالمية وبتوازنات متباينة، تبرز رهانات السوق الدولية للغاز كفاعل مؤثر في العلاقات الاقتصادية الدولية. ولأن الجزائر شريك بارز ووازن ضمن منظومة العالمية للغاز، تتجه الأنظار نحو الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الموعد الطاقوي الاقتصادي الأبرز مع مطلع سنة 2024. التلفزيون الجزائري يرافق الحدث، تغطيات مباشرة، بلاطوهات للنقاش والتحليل مع أبرز الخبراء والمحللين.
لقاءات وحوارات مع ضيوف الجزائر، تغطية إعلامية متواصلة، ومواعيد إخبارية بتوقيت القمة. القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الجزائر 2024. التلفزيون الجزائري يواكب الحدث. متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام، وبرنامج هذا الصباح وحديثنا الآن عن البرامج المشتركة بين ديوان مؤسسات الشباب والحركة الجمعوية، خاصة فيما تعلق ببرامج برنامج الحملة الوطنية للتشجير، وأيضا البرامج المسطرة لشهر رمضان الفضيل. للحديث أكثر في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، نسعد باستضافة السيد محمد بالجوهر، مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية المدية. صباح الخير سيدي. صباح النور سيدتي، تحية عطرة لكل مشاهدي التلفزيون الجزائري أينما كانوا وحيثما وجدوا. نعم، في البداية لو نستهل الحديث بالتعريف بهيئة ديوان مؤسسات الشباب وما يقدمه من خدمات. ديوان مؤسسات الشباب ومؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وجدت بموجب المرسوم التنفيذي 07/01 المؤرخ في شهر جانفي سنة 2007، متواجد على مستوى كل ولاية الوطن، يعني كل ولاية لديها ديوان مؤسسات الشباب. هو كما قلنا مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف مديريات الشباب والرياضة بالولايات. مهامه أول مهمة هي السهر على حسن سير مؤسسات الشباب، تنظيم أنشطة تربوية ترفيهية لفائدة الشباب والطفولة، خاصة خلال أوقات الفراغ واستغلالها في ما ينفع ويفيد هذا الشاب أو الطفل وما يفيد المجتمع بصفة عامة، إضافة إلى تنظيم عمليات تحسيسية توعوية من مختلف الآفات الاجتماعية التي أصبحت اليوم تنهك كاهل الشباب وكاهل المجتمع الجزائري. يعني لما نتحدث عن الديوان نتحدث عن الشراكات بين الحركات الجمعوية والبرامج يعني المسطرة في هذا المجال. أكيد دواوين مؤسسات شباب أو ديوان مؤسسات شباب لولاية المدية لديه شراكة قوية مع الحركة الجمعوية سواء الشبانية أو الرياضية. كما لا يخفى عليكم أن ديوان مؤسسات شباب لولاية المدية يسهر على تسيير 77 مؤسسة شبانية ما بين دور شباب، قاعات متعددة النشاطات، مركبات رياضية جوارية، بيوت شباب وخيمات شباب، وهذا دائما تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة. في هذا الإطار نعمل على إرساء قواعد شراكة قوية مع الحركة الجمعوية، الحركة الجمعوية الشبانية والرياضية. اليوم لدينا اتفاقيات شراكة مع 52 جمعية شبانية ورياضية من أجل تسيير نشاطات شبانية رياضية على مستوى مؤسسات شباب، هذا يعني شراكة تعاقدية في ومع وجود عديد الجمعيات الشبانية الأخرى التي تستفيد أو تمارس نشاطات على يعني ظرفية على مستوى مؤسساتنا من خلال إحياء الأيام والأعياد الوطنية، الاستفادة من خدمات بيوت ومخيمات شباب المتواجدة عبر تراب ولاية المدية. نعم، يعني أيضا لديكم برنامج خاص بالحملة الوطنية للتشجير، لو تفصل لنا فيه أكثر. نعم، في إطار مساهمة قطاع الشباب والرياضة في إعادة تأهيل السد الأخضر وإعادة الغطاء النباتي عبر كامل التراب الوطني، وتنفيذا لتوصيات وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف السيد والي ولاية المدية، قطاع الشباب والرياضة وبالأحرى ديوان مؤسسات الشباب ساهم في تنظيم العمليات الوطنية الكبرى
للتشجير من أجل إعادة تأهيل السد الأخضر. كما قلنا العملية الأولى كانت خلال شهر ديسمبر، أين تم مشاركة جميع مؤسسات شبانية في عملية التشجير التي كانت بمنطقة شلالة العذاورة، بالضبط في منطقة كاف القرن كما تسمى، وهي منطقة من ضمن سلسلة السد الأخضر. أيضا نحن على مشارف تنظيم العملية الثانية التي ستكون يوم السبت هذا المقبل إن شاء الله بمنطقة عين بوسيف التابعة لولاية المديرية بطبيعة الحال، أين سيتم تنظيم هذه العملية التشجير بالتنسيق مع مصالح الغابات وتحت إشراف السلطات الولائية وعلى رأسها السيد والي ولاية المديرية. يقوم مخرط مؤسسات الشباب عبر كامل تراب الولاية بالمساهمة في هذه الحملة، يعني حملة التشجير من أجل إعادة الاعتبار للسد الأخضر، من أجل المساهمة في البناء الاقتصادي، يعني لأن السد الأخضر اليوم ما أصبحش كما كان بكري عبارة عن حزام نباتي فقط، وإنما هو سلسلة كاملة متكاملة، يعني غطاء نباتي من شأنه أن يساهم في المنظر الجمالي للمناطق هذه، يعني الهضاب العليا، أيضا من أجل أن يساهم في باش يكون مدخول اقتصادي خاصة للأسر والعائلات المتواجدة عبر كامل شريط السد الأخضر. نعم، يعني لما نتحدث عن كل هذه البرامج والاتفاقيات والتنسيق مع الحركات الجمعوية، إلى أي مدى هو مهم يعني تنسيق مثل هكذا هيئات مع الفاعلين في المجتمع المدني بالخصوص؟ التنسيق مع الفاعلين في المجتمع المدني هذا يعني قطاع شباب الرياضة، الشريك الأساسي للقطاع هو الحركة الجمعوية سواء الشبانية أو الرياضية، وهذا يأتي دائما في إطار توجيهات السلطات العليا للبلاد من أجل إشراك الحركة الجمعوية وبالضبط المجتمع المدني في تأطير الشباب، في تأطير الأطفال، من أجل أن يكون هذا الشاب أو هذا الطفل في المستقبل مواطن صالح يساهم في بناء وخدمة الوطن، لأن الجزائر الحبيبة هذه ضحوا عليها أبائنا وأجدادنا، واليوم احنا ملزمين باش نواصل في المسيرة، يعني مسيرة البناء، مسيرة العطاء، لذا احنا عندنا شراكة قوية وملزمين باش تكون عندنا شراكة قوية مع الحركة الجمعية والمجتمع المدني دائما من أجل كما قلنا تأطير الشباب، تأطير الطفولة هذه باش يكونوا في يعني تقديم خدمات عن طريق النشاطات الشبانية والرياضية على مستوى المؤسسات من أجل المساهمة في بناء الفرد الصالح للمجتمع. نعم، ربما ما هي أهم الخدمات وأهم النشاطات التي يعني تقدم وتمكن للشباب؟ احنا على مستوى مؤسسات شبانية عندنا هناك نشاطات دائمة متواجدة بصفة دائمة على مستوى المؤسسات، مثل نشاطات المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، الرسم، الأشغال اليدوية، أيضا بعض النشاطات موجهة لفائدة الفتاة الماكثة بالبيت واللي ما تقدرش تروح لمقاعد الدراسة أو المراكز التكوين المهني، عندنا نشاطات أيضا موجهة لهذه الفئة، أيضا عندنا نشاطات علمية مثل علم الفلك، الروبوتيك إلى آخره، يعني نشاطات كثيرة متنوعة متواجدة على مستوى مؤسسات الشباب، إضافة إلى بعض النشاطات التي تكون متزامنة مع بعض الأحداث مثل إحياء الأيام والأعياد الوطنية التي نخلدها دائما، وهذا تحت إشراف السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الولاية، من أجل غرس روح المواطنة لدى الشباب، من أجل تعريفها أكثر بتضحيات الآباء والأجداد، من أجل تحرير الجزائر الحبيبة، أيضا من أجل تعريف بالمكنوز التاريخي الوطني القوي. نعم، ربما ما هي الإضافة التي تقدمها هذه دواوين مؤسسات الشباب للمجتمع؟ الإضافة التي تقدمها دواوين مؤسسات الشباب تكون من خلال المؤسسات، يعني كما قلنا احنا عندنا عديد النشاطات هي دائما من أجل الشغل وقت الفراغ الحر للشباب في أعمال أو في نشاط مفيد هادفة بطبيعة الحال، ما يبقاش هذا الشاب في الشوارع عرضة للمختلف الآفات الاجتماعية، مخدرات، تدخين إلى آخره، يعني احنا
نستوعب ونستقطب هذو الشباب من اجل باش يمارسوا نشاطات على مستوى مؤسستنا الشبانيه، اضافه الى عندنا عديد العمليات التحسيسيه من هذه الافات الاجتماعيه مثل كما قلنا مخدرات واستهلاك المهلوسات هذه اللي اليوم اصبحت تضر بالشاب تاعنا وتدي بالهويه. احنا ننظموا عديد النشاطات التحسيسيه في هذا المجال، ايضا نشاطات تحسيسيه في ميادين اخرى. ايضا احنا مقبلين على فتره امتحانات، عندنا على مستوى الولايه تاعنا عندنا 20 خليه اصغاء يشرف عليها اخصائيين نفسانيين يساهموا ايضا في مرافقه الشباب والتلاميذ هذو المقبلين على الامتحانات من اجل رفع الضغط النفسي، من اجل اعطاء توجيهات في كيفيه دخول الامتحانات، كيفية التركيز، يعني توجيهات عامة باش هذا التلميذ ولا هذا الشاب ولا هذا الطفل يتخلص من القلق والتوتر والضغوط النفسية التي تصاحب الامتحانات. نعم، يعني أيضا نحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل، ربما هل هناك تحضيرات، هل هناك برنامج مسطر من قبل هيئتكم لهذا الشهر الفضيل؟ أكيد بطبيعة الحال شهر رمضان هو بالنسبة لنا فترة نشاط كثيرة وتكثر فيها النشاطات على مستوى مؤسساتنا، وإحنا تحت يعني تنفيذ توصيات الوزارة الوصية وزارة الشباب والرياضة وتوصيات السيد والي الولاية وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة سطرنا برنامج على مستوى مؤسساتنا يضمن عديد من النشاطات. نعم. أولا نثمن ونزيد نقوي النشاطات الدائمة المتواجدة عبر المؤسسات، إضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية فكرية، أولها عندنا الطبعة الثالثة اللي هي موجهة للشباب والأطفال، مسابقة تجويد القرآن، مسابقة الإنشاد الشباني. ما سيؤطرها هذه المسابقات؟ مسابقة الإنشاد الشباني، هذه المسابقات يؤطرها إطارات قطاع الشباب والرياضة، إضافة إلى استعانة بأخصائيين في القراءات والتجويد، أخصائيين في الإنشاد يعني مرشدين معروفين على مستوى الولاية حتى من خارج الولاية، وتكون التكريمات في آخر نهاية الشهر، لأن هذه المسابقات تنطلق من القاعدة على مستوى المؤسسات وتكون بعدها على مستوى الدوائر إلى أن نصل للمرحلة النهائية. أيضا عندنا دورات رياضية تنظم بالمناسبة، وهذا العام إن شاء الله راح ننظموها تحت شعار لا للمخدرات من أجل التوعية وتحسيس شبابنا بالخطورة تاع هذه الآفة، أيضا إلى مسابقات ثقافية أخرى، مسابقات دينية إلى آخره، يعني نتكيفوا مع الشهر الكريم هذا. نعم، يعني بالإضافة إلى كل هذه البرامج، هل هناك برامج أخرى يعني لديوان مؤسسات الشباب؟ نعم بطبيعة الحال، احنا خلال من بين النشاطات الأخرى اللي ننظموها على مستوى المؤسسات وتحت دائما تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة وبالإعانة تاع مديرية الشباب والرياضة، عندنا خلال فترات العطل المدرسية يعني عطلة الربيع عطلة الشتاء نكثفوا من النشاطات تاعنا ويكون فيه برنامج سياحي تربوي، خرجات إلى مختلف المناطق النزهة والمتاحف والأماكن الترفيه لفائدة خاصة التلاميذ المتمدرسين. ايضا عندنا خلال الفتره الصيفيه ننظموا برنامج المخطط الازرق واللي يكون تحت اشراف السلطات الولائيه، يستفيد منه عدد كبير من الشباب ولايتنا بشقه، لان هذا البرنامج فيه شق متعلق بالمسابح على المستوى اللي نسخروها على مستوى الولايه باش تستقبل فئه الاطفال غير المهيكلين. ايضا عندنا شق اخر يكون على مستوى الشواطئ، سواء يعني الشواطئ القريبه هي شواطئ بومرداس تيبازا شواطئ العاصمه، ان يستفيد ايضا عدد كبير من هذا الفئه. وفي اخر في سنه 2023 كان استفاد من برنامج السباحه على مستوى الشواطئ، يعني برنامج المخطط الازرق، ما يقارب 12000 شاب من مختلف ربوع المناطق الولايه، وحنا نركزوا على مناطق الظل بتوجيهات من السلطات الولائيه. ايضا برنامج اللي يكون على مستوى المسابح استفاد منه اكثر من 50000 طفل على مستوى المسابح. ربما في ما لم نقلها عن ديوان مؤسسات الشباب واهدافه المسطره لخدمه المجتمع وخدمه ايضا الشباب الجزائري. ديوان مؤسسات الشباب هو دائما يبقى مؤسسة عمومية في خدمة الطفولة في خدمة الشباب من أجل شغل أوقات الفراغ الحر لديهم، من أجل استقبالهم توجيههم إعلامهم بمختلف
الامور اللي تهمهم في حياتهم اليوميه، سواء في الدراسه، سواء نعم. في العمل، في التكوين الى اخره، يعني نمسوا جميع المناحي اللي يكون الشاب يمسها في حياته اليوميه. نعم، شكرا لك سيدي على كل هذه النقاط، ووفقكم الله فيما تصبون اليه. شكرا سيدي الكريم. اذا مشاهدينا الكرام الى موجز التاسعه رفقه زميله جويده بدر. تمام التاسعة بتوقيت الجزائر، موجز إخباري، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية ضمن نظرة استشرافية على المدى المتوسط. وتناول المجلس بالدراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المنح التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر على الأخص بشعب الصناعية والصيدلانية والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه حسب البيان. كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات، والذي ينتظر منه أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة، وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. استمع المجلس لجملة من الاقتراحات الرامية لمعالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير. في سياق الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، أشرف أمس كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات في عملية استباقية تهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الحرائق التي تهدد الثروة الغابية عبر الوطن. وبالمناسبة أكد مراد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أعطى موافقته اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق ذات سعة 3000 لتر، ومباشرة إجراءات استئجار 7 طائرات أخرى لإطفاء الحرائق وحشد كل الطاقات المادية والبشرية لتفادي تكرار الكوارث التي تم تسجيلها السنوات الماضية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بكل وقاحة تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية، وكانت بداية ذلك حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية على يد كليب مخزني صهيوني بباريس، ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة. نصيحة ودية لأتباع المخزن، يضيف المصدر، التفت نحو القصر الملكي بدلا من المرادية، لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور، احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأنه انعقدت أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج الدورة 11 للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية. ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج لوناس مغرمان، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية آن ماري ديكوت. وقد سمحت هذه الدورة بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات على
الصعيد السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتنقل الأشخاص. وأشار البيان إلى أن المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت أيضا محل نقاش بين المسؤولين السامين، خاصة الوضع في منطقة الساحل وفي مالي والشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية بغزة، وكذا مسألة الصحراء الغربية. يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام أن تكلفة الحج مقدرة ب 840 ألف دينار جزائري شاملة تذكرة السفر. فعلى المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج هذا العام إتمام وإتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل تاريخ 20 مارس المقبل. في مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يستمر العدوان الصهيوني في يومه 45 بعد 100 بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين الأبرياء، حيث استشهد وأصيب العشرات في غارات وقصف مدفعي لمناطق متفرقة من القطاع تركزت على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء. كما شهد حي الزيتون بمدينة غزة قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة، في حين اقتحم الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية التي شهدت اعتقالات ومواجهات بكل من مدينة جنين ومخيمها ونابلس ورام الله. وأمام تفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة، عبرت وكالات إغاثية أممية عاملة في غزة عن استيائها الشديد من استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على الوكالات في أعقاب إيقاف سيارات إسعاف كانت تنقل مرضى من مستشفى الأمل لعدة ساعات واحتجاز عاملين صحيين. تطورات تأتي في الوقت الذي عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بطلب من الجزائر وثلاث دول أخرى لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث أدانت الجزائر سياسة التجويع الممنهج التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، داعية مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا منذ 7 أكتوبر الماضي. وبالمناسبة، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة عمار بن جامع أن الوضع في غزة يبعث على الجزع، ومعاملة الاحتلال للسكان لا إنسانية، مذكرا بما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبحكمة: عندما تفقد أمنك الغذائي تفقد كرامتك. ومن منبر مجلس الأمن الدولي وخلال اجتماع لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع في تدخله أن تسوية الأزمة السورية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال السبل السياسية والحوار بين جميع الأطراف. العالم يركز على الوضع في غزة، ولكن علينا ألا ننسى سوريا. الوضع متقلب، وعلينا أن ننتقل من إدارة الأزمة إلى تسوية الأزمة. فلنضع جانبا جميع الخلافات السياسية ولنعمل معا لخدمة سوريا. الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. تحية صباحية مجددة لكل من التحق بنا اللحظة، متواصلون دائما من جديد مشاهدينا الكرام وبرنامج هذا الصباح، والحديث الآن عن دور مؤسسات التأمين التكافلي في المجتمع، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تكون عاملا أساسيا في بناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة. للحديث أكثر في هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد شكيب القاسمي الحسني، المدير العام لمؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي، وشكرا على حسن الاستضافة.
مرحبا. يعني في البداية يجب الحديث قبل الحديث عن التأمين التكافلي، يجب الحديث عن المالية الإسلامية وما الذي تعنيه وما هي مكوناتها أيضا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما يعني أحسنت التقديم، أنه المالية الإسلامية هي عبارة عن كل، يعني هذا الكل هو يعني الشق المالي للاقتصاد الإسلامي يعني كمفهوم إجمالي. والمالية الإسلامية هي عبارة عن ممارسة المالية، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء. ولكي نبسط يعني المفهوم للأخوات والإخوة المشاهدين، أن المالية الإسلامية مكونة من ثلاثة عناصر أو ثلاثة مكونات. أولها هي الصرفة الإسلامية التي يعرفها الجميع، والتي انطلقت منتصف 2020 بالنسبة لعدة بنوك. الشق الثاني اللي هو التأمين التكافلي الذي انطلق يعني فعليا في 2022 في الجزائر. والشق الثالث الذي هو قيد البناء أو قيد الصياغة، اللي هو ما يسمى بالأوراق المالية أو الصكوك. هذه يعني هو مشروع اللي حاليا الخبراء والسلطات العموميه هي يعني قيد العمل على هذا المشروع، وربما تكون انطلاقه في قيد 2024 او 2025. نعم، يعني هنا تحدثنا بصفه عامه عن الماليه الاسلاميه ومكوناتها، ماذا عن التامين التكاملي وتصوره ربما كمصطلح؟ التامين التكافلي كما يعني يشير اليه يعني التسميه نتاعه، انه هو يعني نقدر نسموه انه التامين على نقيض التأمين التقليدي، هو التأمين يعني بالصيغة الإسلامية. ويسمى بالتأمين التكافلي لأنه مبني على مبدأ أساسي وجوهري، الذي هو التضامن والتكافل. يعني لو كان نمشوا بالتاريخ من قبل، يعني حتى في المجتمعات ما قبل الإسلام كانت هناك مبدأ العقيلة، اللي هو كان يعني عبارة عن مظهر من مظاهر التضامن بين افراد المجتمع، عندما يكون هناك يعني مشكل او حاجه يعني خاصه. نعم. نفس الشيء هو نجده في مجتمعاتنا الحاليه، مثلا التويزة، مثلا الوزيعة، الى اخره من مظاهر التضامن المجتمعي. يعني هذا يتم إسقاطه على التأمين الإسلامي. سميناه التأمين التكافلي لأنه هو مبني على مبدأ التضامن ومبدأ التكافل بين أفراد الذين يتقاسمون نفس البغية ونفس الهدف، ألا وهو أنهم يتبرعون. لأن هذا يعني المبدأ الجوهري والمفهوم الجوهري، أنه التبرع في منظومة مشتركة التي يكون فيها يعني اشتراك في بس يعني بعدة أبعاد. البعد الأول أنه اشتراك مالي، أي نعم، ولكن اشتراك من حيث التقاسم أو وحدة يعني الرغبة في التلافي أو التغطية ضد مخاطر معينة. هذه يعني كمان يعني نسموها بالعامية تاعنا شحيحة، ياك اللي هما يتشاركوا فيها كل، ولكن عندما يعني يلحق الضرر بأحد المشاركين تكون هناك هبة تضامنية بينهم، ويتم يعني رأب يعني تعويض الضرر أو إلى غير ذلك. هذا هو يعني بصفة مبسطة جدا مبدأ التأمين التكافلي. نعم، ربما يعني أين يكمن الاختلاف في التأمين التكافلي بينه وبين النماذج الأخرى من التأمينات؟ هو النموذج اللي يعني لنقارنه، اللي هو معروف والذي يمكن المقارنة بالنسبة له، هو التأمين التقليدي. يعني قبل ما نشير إلى الاختلاف بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، ربما نعرجوا على الصرفة الإسلامية والصرفة التقليدية. يعني هي ربما المقصد هو نفسه، ليس المقصد بل ولكن نقطة الوصول هي نفسها. مثلا هو البحث عن تمويل مشروع أو سكن أو سيارة أو غيره، في آخر المطاف راح يكون تمويل، ولكن الاختلاف هو اختلاف في الصيغة، والصيغة هي جوهر الاختلاف. مثلا في الصرافة الإسلامية، قرض تقليدي أو مرابحة، يعني من حيث المبدأ ومن حيث الصيغة هناك اختلاف جوهري واختلاف تام. ولكن في آخر المطاف
هناك تمويل للاقتناء مثلا عنصر او استثمار او غيره. بالنسبه للتامين التكافلي هو يعني نفس المبدا او نفس الاختلاف، انه اختلاف جوهري من حيث الصيغه. ربما ندخل اكثر في التفاصيل. في التامين التقليدي هناك طرفين، عندنا المستامن اللي حامل وثيقه التامين وشركه التامين. هذه هي. ولكن في التامين التكافلي هناك طرف ثالث اللي يسموه صندوق المشتركين او جمعيه المشتركين. نفضل هذه التسميه اللي هي اقل ما يش تقنيه، ولكن اللي باش نوصل يعني الفكره للاخوات الاخوه المشاهدين. وعليه يعني هذه اقساط التامين سوف يتم دفعها لدى جمعيه المستأمنين او صندوق المشتركين، وشركه التامين بصفتها مقاول تامين، هذا مفهوم جديد، لن يكون لها الا دور تسيير تلك الاموال التي شارك بها المستأمنون. وفي حالة يعني وقوع ضرر أو غير ذلك، تقوم شركة التأمين بدفع التعويضات ليس من ذمتها المالية، ولكن من ذلك الصندوق الذي هو يبقى يعني يتم تغذيته ويتم تزويده يعني بأقساط التأمين، ويتم التعويض منه لصالح المشتركين. يعني الاختلاف الجوهري أنه لكان في التأمين التقليدي أقساط التأمين هي ملك لشركة التأمين، يعني إن كان تعويض أو لا يعني توحى دكتورة. أما في التأمين التكافلي فصندوق المشتركين هذاك يعني هو ملك للمستأمنين، أو يعني بالعبارة الفرنسية ليزاسوري باش يفهموني المشاهدين. ياك يمكن لهذا الصندوق أنه يوفي كل الالتزامات، كما يمكن لهذا الصندوق أنه يوفي الالتزامات يبقى فيه فائض. في التأمين التقليدي ذلك الفائض هو ملك لشركة التأمين، راح سوف يدرج ضمن الأرباح. أما بالنسبة للتأمين التكافلي فتلك الفوائض أو ذلك الباقي الذي راح يبقى من صندوق المشتركين هو ملك للمستأمنين، يعني يتم إرجاعه بصفة يعني في شكل أقساط مالية أو في شكل تخفيضات مستقبلية أو بأشكال أخرى. يعني مؤسستكم أيضا تعنى بالتأمين التكافلي، الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه المؤسسة وما الخدمات التي تقدمها للمستهلك؟ هي المؤسسة نشأت يعني تحديدا في 2022 وبدأت الخدمة عندها سنة يعني في فبراير 2023. المؤسسة يعني نشأت المؤسسة هي عبارة عن كيفاش نقول لك، جاءت في مسار أو في منحى الذي بدأته السلطات العمومية من حيث يعني وضع كل لبنات المالية الإسلامية باستحداث شبابيك الصرافة الإسلامية بالنسبة للبنوك، واستحداث شركات التأمين، شركتي تأمين، خطر حاليا ما كانش شركة واحدة ولكن شركتين، بحكم أن المشرع الجزائري وضع يعني نوع من الاختصاص في سوق التأمينات. هناك شركات مختصة في التأمينات على الأضرار أو الممتلكات، وشركات مختصة في التأمين على الأشخاص، وشركتنا هي شركة مختصة في التأمين على الأشخاص أو ما يسمى بالتكافل العائلي. الاختصاص تاعها يعني هذا خلاها أنها تطرح عدة حلول تأمينية أو منتجات تأمين، منها التأمينات على التمويلات، على الصحة، على السفر، على الأمراض، على الحوادث إلى غير ذلك. يعني عندنا حاليا 7 منتجات تغطي تقريبا كل احتياجات المواطنين أو المؤسسات أيضا من حيث تأمينات على الأشخاص بالصيغة التكافلية طبعا. طيب يعني كيف تسهم يعني مؤسسات التأمين التكافلي اليوم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق أيضا التنمية؟ هو يعني شركات التأمين هي لاعب من يعني عندها تلعب دور كبير جدا من حيث الشمول المالي. المالية الإسلامية يعني والصرافة الإسلامية والتأمين التكافلي إن تم إنشاؤه هو يعني لتعزيز الشمول المالي، لأن هناك يعني من بين المواطنين الذين كان لديهم عزوف على
يعني على اللجوء للخدمات المالية التقليدية، ومع استحداث هذه الخدمات المالية الإسلامية هناك يعني هو الهدف منه أنه أولا تعزيز المشهد المالي بشركات يعني مطابق الذي يكون عملها مطابق للشريعة الإسلامية، هذه من جهة. من جهة أخرى هو يعني أن تكون هناك شمولية من حيث العرض ولاستقطاب ذلك الشق يعني من المجتمع أو من المواطنين العازفين يعني عن اللجوء إلى الخدمات المالية الإسلامية عفوا التقليدية. هذه من جهة. من جهة أخرى يعني التأمين التكافلي هو عبارة عن مكمل للصرف الإسلامية، لأنه منتجات المصارف تكملها منتجات التأمين، ومنتجات التأمين تكملها منتجات المصارف، يعني هناك عبارة عن دمج كلي للفاعلين في المالية الإسلامية، وما هو من شأنه أن يعزز شمول المال إن شاء الله. طيب، نبقى دائما في التأمين التكافلي والتحديات التي يعني تواجهه اليوم، ولكن قبل هذا يعني في الموضوع نذهب مشاهدينا الكرام إلى ولاية تيبازا التي احتضنت الطبعة السادسة للمؤتمر الدولي المالية الإسلامية، والذي جاء تحت عنوان سوق رأس المال الإسلامي في الجزائر. نتابع هذا الحوار المسجل للزميل حمزة بالعايب. أرحب بكم وأحييكم، يتجدد اللقاء بكم زملائي في البلاتو المركزي مشاهدي قناة الإخبارية. نحن متواجدون في المؤتمر الدولي للصرافة الإسلامية في طبعته السادسة من تنظيم جامعة تيبازا. يحضر معنا خلال هذه الأمسية الختامية للملتقى من اليوم الثاني مدير الملتقى الدكتور رضوان لامار، ليطلعنا على أهم التوصيات التي خرج بها الباحثون والمؤتمرون، سواء للمشرع وسواء كذلك للبنوك التي تشتغل على الصرافة الإسلامية. تفضل سيدي الكريم. شكرا سيدي، نشكر التلفزيون الجزائري على هذه الدعوة الكريمة. من خلال مستخلصات أو توصيات المؤتمر جاءت المخرجات من ثلة من العلماء والخبراء الذين أتونا من خارج الجزائر وأتونا من الداخل، وهذا من أجل كسب ومن أجل مرافقتنا لوضع ميكانيزمات وآليات لإنجاح هذا السوق رأس المال الإسلامي في الجزائر، حيث نعلم أننا في الجزائر أو ما يكون ناقصا فيما يخص هذه الميكانيزمات أن المصارف الإسلامية والمؤسسات التأمين التكافلي وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية ليس لديها بيئة استثمارية وبيئة لاستثمار أموال هذه المصارف. نعلم أننا هذه المؤسسات المالية لا تعمل بالربا، ولابد أن يكون لها يعني سوق موازي يعطينا إمكانية الحصول على هذه العوائد الاستثمارية من أجل الاستمرار في الحياة الاقتصادية لهذه المؤسسات. نعلم أننا في هذا من بين التوصيات هو يعني إعطاء هذه الميكانيزمات وإعطاء بعض القوانين، اقتراحات مشاريع قوانين للجهات التشريعية والجهات التنفيذية للدولة الجزائرية، حيث تمخضت أو أشغال المؤتمر تيبازا الدولي المالية الإسلامية في طبعته السادسة لإعطاء هذه التوصيات وهذه الحلول، من بينها وحوصلة كما قلنا أنه وضع آليات لهذا السوق رأس المال الإسلامي من أجل تمكين هذه المؤسسات من الاستثمار وتمكينها من تحصيل هذه العوائد التي تكون النتائج إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا الأستاذ الدكتور رضوان لامار على هذه التوصيات التي أوصلناها من خلال القناة الإخبارية إلى مشاهديها عبر مختلف أنحاء العالم. إلى أن نلقاكم زملائي في مواعيد إخبارية، تحياتي.
شكرا للزميل حمزة بالعايب على تفاصيل هذا الملتقى. نبقى دائما مشاهدينا الكرام والحديث عن مؤسسات التأمين التكافلي. كنا قد توقفنا عند الحديث على أهم التحديات التي يمكن أن تواجه مثل هكذا مؤسسات. هو يعني هما تحديان مش تحدي واحد. التحدي الأول هو يعني الترويج للتأمين التكافلي كمفهوم جديد، هذا أول تحدي. ثاني تحدي هو يعني ليس الترويج ولكن أنه زيادة قابلية يعني التقبل، مش قابلية ولكن المواطنين الجزائريين لمنتجات التأمين. ليست المنتجات الإجبارية اللي نعرفوها كاملين، يعني التأمين على السيارة، التأمين على السكن أو التأمين ضد المخاطر الطبيعية، ولكن تلك التأمينات الاختيارية اللي هي راح تعطيهم أريحية مثلا في من حيث التغطية الصحية أو التغطية ضد الحوادث إن كانت المنزلية أو في المحيط المهني. نعم. أو ضد بعض يعني الأمراض المستعصية اللي لا قدر الله يمكن أن يصابوا بها. هذا هو التحدي تاعنا ورانا نعملوا عليه بإذن الله، يعني من خلال عمليات توعوية، عمليات إعلامية، يعني بالنسبة للمهنيين. نعم. بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة على النطاق المحلي. من خلال المشاركة في عدة معارض وعدة يعني تظاهرات اقتصادية، وأيضا بالتفاعل مع الجامعات والكليات. نعم. بالنسبة للطلبة، بالنسبة يعني أيضا للأساتذة، يعني كل الشركاء على مختلف الأصعدة. ربما في هذا الحديث وفي هذا الخصوص، كيف يتم تقييم مخاطر التأمين في هذا النموذج؟ هو النموذج يعني من جهة يعني تقييم المخاطر نستعمل يعني تقريبا نفس الأدوات ونفس الآليات لتقييم المخاطر بالنسبة للتأمين التقليدي. أضف إلى ذلك يعني عندنا هذه الطبقة الأولى يعني من حيث تقييم المخاطر، نضيف لها طبقة ثانية اللي هي تقييم ثاني من حيث المطابقة الشرعية. لأنه تقييم مخاطر أي نعم، ولكن هناك يعني نوضع كما يقولوا بالفرنسية فيلتر، يعني عدة طبقات من مصافي اللي هي تخلينا يعني نستبعدوا بعض الأنواع من المخاطر التي يمكن لها أن لا يعني ما تكونش مطابقة للشريعة الإسلامية مثلا. هذه هي يعني لأنه عندنا إطار حوكمة شرعية وعندنا إطار حوكمة يعني إدارية أو حوكمة مخاطر اللي تخلينا يعني المقاربة تاعنا بالنسبة للمخاطر تكون على صعيدين، على الصعيد التقني الصرف وعلى الصعيد الشرعي أيضا. أيضا هناك سؤال مهم يعني يجب طرحه، من هي ربما الفئات يعني الأكثر استفادة من هذا النموذج في التأمين التكافلي؟ هو يعني احنا عندنا مبدأ شمولي وعليه هي بحكم أن شركتنا يعني شركة تأمين على الأشخاص وتأمين تكافل عائلي، فإن يعني المستهدفين يعني بصفة أولوية هم الأفراد من زبائن البنوك، لأن يعني عندنا حضور تقريبا في 400 شباك لستة بنوك العمومية وبنك خاص أيضا، يعني هذه عندنا تقريبا حضور في 400 شباك حاضرين أيضا من خلال الشركة الأخت اللي هي شركة الجزائر تكافل بالنسبة لي يعني عدة منتجات. هذه يعني هو الأولوية تاعنا. ثانيا هناك أيضا أرباب الأعمال أو الشركات من خلال الحلول التأمينية التي نعرضها بالنسبة للمستخدمين تلك الشركات، يعني هذه في إطار التغطية الصحية. ربما كسؤال ختامي، كيف يمكن للأفراد الانضمام إلى مؤسسات التأمين التكافلي؟ أولا ينجموا يتفضلوا يعني بزيارة موقعنا الإلكتروني يعني للتعرف أكثر على الشركة، على منظورها، على القيم تاعها، لأنه
يعني هذا شيء مهم جدا على حوكمتها وايضا على العروض التامينيه التي نقدمها. هذه من جهه، من جهه اخرى يعني مرحبا بهم في اي شبابيك الصرافه الاسلاميه لجميع البنوك العموميه، يعني حنا حاضرين فيها ولله الحمد، وراح نكونوا حاضرين يعني في الاسابيع المقبله ان شاء الله عبر كل شبابيك، يعني مش شبك، كل شبكه يعني وكالات شركه الجزائر تكافل اللي هي مختصه في التكافل العام او التامين على الاضرار. نعم. مرحبا بهم، هناك يعني عده حلول تامينيه تغطي يعني تقريبا جميع الاحتياجات التأمينية للأفراد وحتى للشركات. نعم، شكرا لكم سيدي على مروركم في برنامج هذا الصباح وعلى كل هذه التوضيحات التي قدمتموها. شكرا، شكرا جزيلا. العفو. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بقية فقراتنا لهذا الصباح. في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وامتداداتها الدولية ومع تغير مسارات تسويق الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، في ظروف اقتصادية عالمية وبتوازنات متباينة تبرز رهانات السوق الدولية للغاز كفاعل مؤثر في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولأن الجزائر شريك بارز ووازن ضمن منظومة العالمية للغاز تتجه الأنظار نحو الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الموعد الطاقوي الاقتصادي الأبرز مع مطلع سنة 2024. التلفزيون الجزائري يرافق الحدث، تغطيات مباشرة، لطهات للنقاش والتحليل مع أبرز الخبراء والمحللين، لقاءات وحوارات مع ضيوف الجزائر، تغطية إعلامية متواصلة، ومواعيد إخبارية بتوقيت القمة. القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الجزائر 2024. التلفزيون الجزائري يواكب الحدث. إذن مشاهدينا الكرام، تحتضن الجزائر بداية من يوم غد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت يؤكد المكانة الإقليمية والدولية التي تكتسيها الجزائر في سوق الغاز العالمي. أي أهمية تكتسيها هذه القمة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وكيف ستؤثر على أسعار الغاز العالمية؟ إلى فقرة ضيفي الصباح مشاهدينا الكرام، محاور وأخرى سنناقشها اليوم تحسبا لانعقاد قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز. للحديث أكثر في هذا الموضوع نسعد باستضافة الخبير الاقتصادي والمحلل الاقتصادي أيضا السيد حمزة بوغادي. صباح الخير سيدي. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. نعم، في البداية ربما نتحدث عن انعقاد هذه القمة، قمة سابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. أي إضافة اقتصادية ستقدمها للجزائر في المجال الاقتصادي وأيضا في المجال الطاقوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنه يعني بالحديث عن ممكن التظاهرات الكبرى التي تشكل يعني منصات لتغيير الكثير من المعطيات في مجال معين. يعني الآن نتكلم عن الغاز اللي يعتبر بالنسبة للجزائر يعني مادة حيوية، يعني تقريبا هي المادة الرئيسية التي ننتج أو التي نصدر للخارج. لذلك يعني بالنسبة للجزائر خصوصا في سياق معين نعيشه اللي هو يعني الإقلاع الاقتصادي أو الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الجزائر، نحاول من خلال هذه التظاهرات المختلفة أنه يعني نوجد الكثير من الفرص، أولا التجارية والاقتصادية، نسج شراكات جديدة، البحث أيضا عن استثمار
استثمارات جديدة سواء في الجزائر أو استثمارات بالشراكة مع دول أخرى. أيضا نبحث أيضا عن إيجاد أرضية للتفاهم والتوافق ما بيننا وبين ممكن المنتجين في الدول الأخرى أو دول يعني المنتجة للغاز. لذلك الجزائر تسعى من خلال هذا المنتدى إلى التوافق للرؤى بخصوص يعني الأسعار والتعاقدات وطريقة التسويق وطريقة الاستكشاف أيضا وتبادل الخبرات في مجال الاستكشاف. إذن يعني الجزائر دائما تبحث عبر هذا يعني الأحداث الاقتصادية عن تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية أيضا. نعم، يعني لما نتحدث عن انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت نتحدث عن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في مختلف المناطق. نتحدث عن الجزائر كبلد مضيف لهذه القمة، كبلد أيضا بمكانتها كمنتجة ومصدرة لمادة الغاز، ربما ما هي أهم الأهداف الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها الجزائر من خلال هذه القمة؟ أكيد يعني هناك لحظات فارقة في الكثير من الأحداث يعني الاقتصادية. بالنسبة للغاز نتكلم عن يعني ممكن في 4 سنوات الماضية تغير جذري في الكثير من المفاهيم، أولا في المؤشرات الاقتصادية أو مؤشرات الطاقة، الآن نتكلم عن تغير في خارطة الطاقة العالمية. أولا المستوى ممكن على 4 مستويات ممكن نستطيع تحليل هذا الأمر. المستوى الأول هو جائحة الكوفيد في 2019 وبعد جائحة الكوفيد وتقريبا كل الاختلالات التي أحدثتها في استهلاك الطاقوي وطرق الشحن والكثير من الأمور الاقتصادية. بعد يعني جائحة كوفيد كان يعني الحرب الروسية الأوكرانية أيضا التي ألقت بظلالها على هذا المجال، لأنه نتكلم عن روسيا هي أكبر يعني دولة اللي كانت تمون الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40% من حاجاتها الطاقوية. الاتحاد الأوروبي يعني ثالث يعني قوة اقتصادية في العالم، أصابته يعني أزمة بخصوص يعني أسعار الطاقة، لأنه تقريبا الازدهار الأوروبي كان مبني على أو النموذج الاقتصادي كان مبني على طاقة يعني رخيصة أتي عبر الأنابيب من روسيا. الكثير من أيضا التغيرات مست الأسعار بفعل يعني الاستكشافات المنخفضة أو الاستثمار الذي انخفض بنسبة، نتكلم الآن عن عجز مقدر بأكثر من 700 مليار دولار سنويا في البترول والغاز أو في الطاقة على يعني عموما. لذلك الكثير من المتغيرات جاءت يعني أو أعطت لهذا المنتدى اللي حينعقد في الجزائر هذا السياق الخاص جد خاص. لذلك يعني تسعى الجزائر انه اولا يعني ايجاد توازن ما بين يعني الدول المنتجه او المصدره للغاز، ايضا ايجاد توافق حتى يعني لا تكون فيه يعني استغلال بالنسبه للدول المستهلكه، لانه الدول المستهلكه تسعى دائما الى استغلال يعني المواد الاوليه ومن بينها الغاز او الطاقه في للدول المنتجه ما يجمعه، وهي تقريبا هي دول ممكن صغيرة أو دول يعني ليست بالقوة العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تملكها الدول الكبرى. لذلك فيه يعني الكثير من المعطيات تخلي أن الجزائر تبحث عن إيجاد يعني هذا التوافق أو هذا يعني الأرضية حتى تعمل هذا التوازن. أيضا بالنسبة للجزائر لديها مشروع اقتصادي الآن، تبحث أيضا عن لعب ورقة الطاقة أو ورقة الغاز يعني كورقة رابحة لجلب الاستثمارات لطلب من يعني الدول الاقتصادية الكبرى السماح بتدفق يعني رؤوس الأموال والاستثمارات بالنسبة للجزائر. هذا هو طموح اقتصادي المشروع للجزائر. لذلك يعني تسعى الجزائر أيضا من هذا الحدث تحقيق مكاسب اقتصادية. نعم. أيضا ربما لما نتحدث عن كل هذه النقاط نتحدث عن المحاور والنقاط الأساسية المنتظر مناقشتها خلال هذه القمة. أكيد يعني ممكن المحاور الرئيسية تتقسم إلى ممكن إلى 3 أو 4 أقسام. القسم الأول هو الأسعار، يعني تقريبا هو أهم شيء، لأنه كما سبق وذكرت أنه الدول المستهلكة تبحث عن أسعار منخفضة وتبحث عن تخفيض الأسعار إلى مستويات يخليها في أريحية لتخزين يعني كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية. معروف أنه الغاز الآن أصبح يعني المادة الرئيسية يعني تقريبا
يتوازى مع البترول، في تم توسعة ممكن استعمالاته في النقل، في الكثير من يعني الأمور الصناعية والكثير من الأشياء، لذلك خرج من يعني ممكن الاستعمال اللي كنا نستعمله بكثرة في توليد الكهرباء. الآن في كثير من استعمالات للغاز، في كثير من الصناعات التحويلية التي مست هذه المادة وأصبح يعني ممكن شيء أساسي في الحياة اليومية لكل يعني الدول. الجزائر يعني تبحث في 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 دائما في المستوى الأول هو مستوى التوافق في الأسعار، تبحث عن إيجاد دائما أنه توافق ما بين الدول يعطيها تكتل ويعطيها قوة لأن باش تتفاوض يعني باسم المنتدى، حتى يعني تكون عندها هذاك التكافؤ ما بينها وبين الدول الكبرى. لأنه لو يعني لو نشوفوا بالنسبة للجزائر عندها مقاربة ممكن تكاملية وليست بالمقاربة ممكن الاستغلالية التي تبحث عن مصالحها الخاصة، لأنه بنفس الإعدادات اللي راهي في السوق يعني الغازية الجزائر ليس لديها مشكل، وإنما بالنسبة للدول يعني الصغيرة يمكن أن تخلق لها مشكل في استغلالها من قبل يعني الدول المستهلكة. نتكلم أنه الجزائر تمون السوق الحالية يعني تمون إسبانيا بأكثر من 40% في جانفي، يعني 40% من حاجيتها الطاقوية أخذتها من الجزائر عبر أنبوب ميدغاز. أيضا إيطاليا الآن تم يعني زياده في ضخ الانابيب اوريكو ماتي باكثر من 27 مليار متر مكعب سنويا، يعني تقريبا كميات ضخمه بالنسبه لايطاليا. في عقود ايضا مع ايطاليا للاستكشاف والتطوير باكثر من 4 مليار دولار، في ايضا عقود مع المانيا الان لتزويد ايضا المانيا. والخصائص التي تتميز بها الجزائر انه في سوق الغاز لدينا يعني تصدير عبر الحاله الطبيعيه يعني عبر الانابيب او عبر التحويل اللي نسموه الغاز الطبيعي المسال. الجزائر تمتلك اكثر من 8 بواخر يعني لميطاني لتصدير الغاز، لذلك يعني وايضا محطات التكرير في ارزيو وفي سكيكدا، كل هذه المقومات بالاضافه الى سنوات كبيره من الخبره تعطيها هذه الاريحيه وتعطيها انه هذا الثقل في المفاوضات اللي ما تمتلكهاش دول اخرى. الجزائر تنادي بانه نحاول انه نساعد الدول الأخرى المصدرة ونوجد دائما توازن في السوق الغازية. نعم، ربما من بين أيضا أهم ما سيطرح خلال هذه القمة هو يعني العقود بين العقود يعني طويلة المدى والعقود أيضا قصيرة المدى. أكيد يعني لأنه أصبح من الصعب التكهن يعني بالأسعار أو حتى بتذبذبات السوق، لأنه في يعني منذ فقط 5 سنوات كان الغاز في أدنى مستوياته في الأسعار. في كثير من العقود، على سبيل المثال الجزائر جددت العقود طويلة الأجل طويلة الأمد مع شركائها التقليديين، وبعدها بسنتين أو 3 سنوات الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية وأصبح الغاز الجزائري مطلوب يعني بشكل حيوي بالنسبة لهذه الاقتصادات. لذلك يعني صياغة العقود وجب علينا يعني كدولة مصدرة وأيضا كدولة عضو رئيسي في منتدى الدول المصدرة للغاز، إيجاد أيضا الكثير من التحسينات اللي ممكن ندخلوها على هذه العقود، خاصة بالنسبة للعقود طويلة الأجل أو العقود القصيرة يعني، أو حتى البيع الفوري يعني البيع في الشحنات يعني الشحنات الفورية اللي تتباع بالأسعار الآنية. فيه أكيد فيه تفضيل لممكن الشركاء التاريخيين اللي عندنا علاقات يعني تاريخية طويلة معهم، ولكن هذا يعني لا يعني أنه يتم استغلالنا. الجزائر على سبيل المثال حدثت من أسعار العقود طويلة في عبر السنوات الثلاثة الماضية، كان في كثير من العمل تم القيام به على هذا المستوى لضمان حقوق الجزائر وضمان يعني هذه العدالة في توزيعنا. طيب، هنا ربما نتحدث عن مكانة الجزائر داخل هذا الفضاء الطاقوي ودورها المحوري في تقريب الآراء بين الدول المشاركة.
أكيد يعني لما تمتلك ثقل يعني سياسي خصوصا ودبلوماسية ذات جودة، لأنه لما نتكلم عن دبلوماسية جزائرية كان دائما عندها القدرة أنه تلقى الحلول أو تجد الحلول لمختلف النزاعات، حتى يعني في الجانب الاقتصادي لدينا الكثير من المحطات التي يعني الجزائر كانت دولة رائدة في حل المشكلات. نعطيك على سبيل المثال أنه في سنة 2014 مع انهيار الكبير لأسعار النفط كان في كثير من التنافس مع دول في قلب الأوبك على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية أو روسيا، يعني كان فيه تنافس، كان فيه عدم توافق تام ما بين الدولتين الكبيرتين في رئيسيتين في إنتاج النفط والغاز. سنة 2015 الجزائر قامت بلقاء لأوبك هنا في الجزائر، وكان يعني ممكن الكثير لم ينتظر أنه الجزائر ستوفق في إيجاد يعني أرضية للتفاهم، وبعد هذا يعني اللقاء الأسعار عودت تراجع يعني استرجعت عافيتها، والسوق النفط عاود استرجع عافيته بفضل هذا يعني اللي ريكومونداسيون أو الاقتراحات أو يعني العمل الدبلوماسي النشيط الذي قامت به الجزائر. يعني هذا مثال من كثير من الأمثلة. نقول لك الآن احنا في يعني ممكن رانا ماشيين إلى يعني عصر جديد سمي بعصر ندرة الأشياء. الآن في المستقبل سنواجه الكثير من الندرة في السوق العالمية، ندرة المواد الخام، الطاقة، الحبوب، الغذاء، الكثير من المشكلات أو التحديات يواجهها العالم بفعل الكثير من الأسباب يعني لا يمكن يعني حصرها كلها. ولكن في هذا يعني الواقع يعني الجديد الجزائر تبحث من خلال يعني هذا الانسجام ما بين الدول المصدرة والمنتجة. نتكلم لك عن المنتدى، هو تقريبا يستحوذ على الحصة الأكبر في الإنتاج والتصدير والاحتياطات المؤكدة بالنسبة لأعضاء هذا المنتدى اللي هي 12 دولة. لذلك يعني الجزائر تسعى من خلال يعني هذا يعني اللقاء إلى يعني استشراف المستقبل، وفي كثير من الاستشراف أو العمل الاستشرافي التي ستقوم به الجزائر في هذا المنتدى يعني بالتعاون مع هذه الدول. ربما من خلال هذه القمة السابعة التي ستعقد هنا في الجزائر، هل يمكن أن ينضج هذا المنتدى ليصبح منظمة خاصة بالغاز مثل يعني منظمة الأوبك؟ أكيد يعني الهدف الرئيسي اللي تبحث عنه الجزائر وتبحث عنه كل الدول الأعضاء هو يعني إعطاء المزيد من الصفة الرسمية، لأنه لو نشوف تاريخ المنتدى من 91 إلى 2001 طهران إلى 2008 في روسيا والقانون الأساسي يعني 2011 في قطر، يعني كان فيه جولات من التفاهم، يعني فيه نضج بمرور السنوات لهذا المنتدى. تقريبا هي حتمية أنه هذا المنتدى راح يتهيكل أكثر وراح يكون في شكل هيئة دولية مثل يعني للأوبك لتنظيم السوق أو تنظيم يعني هذه الدول والبحث دائما على الحفاظ على مصالحها. نتمنى أن يكون الهيئة في مقرها في الجزائر، سيكون مكسب عظيم بالنسبة لنا. أيضا الوصول إلى امتلاك هيئة رسمية تكون عندها نفوذ الكثير من الأمور التقنية والتعاون الخبراتي والكادر البشري والكثير من الأمور اللوجستيكية، سيكون يعني فيه انسيابية في العمل والتشارك ما بين الدول الأعضاء. نعم، من المتوقع أن يكون هناك إبرام لاتفاقيات بين الدول المشاركة. إلى أي مدى هو مهم يعني الاستثمار في مثل هكذا أحداث والتظاهرات في تعزيز التبادل الطاقوي بين الدول المشاركة؟ أكيد يعني لأنه فيه تباين ما بين الدول الأعضاء من حيث القدرة الإنتاجية، من حيث اكتساب ليزيكيبمون أو الآلات أو المعدات أو الخبرة في الاستكشاف أو حتى القدرات التصديرية والقدرات الإنتاجية تختلف، الاحتياطات تختلف، يعني فيه تباين كبير أو فيه اختلافات كبيرة ما بين يعني الدول، موقعها الجغرافي أيضا. نعطيك على سبيل المثال نيجيريا الآن تعمل مع الجزائر على
يعني امداد اوروبا عن طريق الانابيب، لانه في تقنيه الانابيب يعني تخليك تعطيك هامش ربح اكبر، وفيه يعني فيه خطوره اقل، فيه كثير من الجهد او التكلفه يعني منخفضه بالنسبه مقارنه بالغاز الطبيعي المسال الذي يستلزم محطات يعني تكرير محطات يعني او النقل فيه يستلزم يعني بواخر ضخمه ايضا لنقل هذه الماده. انا هذا مثال انه ممكن لنيجيريا اللي موقعها الجغرافي لا يساعدها انها تكون ممول لاوروبا، عن طريق الجزائر والنيجر سيكون هناك انبوب سمار عبر الجزائر لتزويد اوروبا بهذه الماده. ايضا ممكن الشراكات هي فرصه لنسج شراكات للاستكشاف والتطوير. الجزائر يعني من خلال شراكتها مع موريتانيا، موريتانيا عندها يعني مخزون يعني لا باس به من الاحتياطات المؤكده من الغاز، وتفتقر ممكن الى الخبره التي تمتلكها الجزائر، لان نتكلم عن من رابع يعني من كبار المصدرين في العالم وكبار الاحتياطات المؤكده، اكثر من 4.5 تريليون متر مكعب بالنسبه للجزائر. لدينا كثير من الخبره، ايضا لدينا الخبره او التي سوف نكتسبها باحتكاك مع ممثلين اخرين ليبرعوا في مجال اخر، ممكن في الغاز المسال كقطر اللي هي الاولى عالميا في هذا المجال. فيه كثير من العمل او في كثير من الفرص الاقتصاديه اللي يمكن للاعضاء المنتدى انهم يعني يغتنموها من بعضهم ويزيدوا من تبادل الاراء والمناقشات. ايضا لما نتحدث عن هذا المنتدى يتوقع العديد من خبراء المجال الطاقوي وأيضا الخبراء الاقتصاديين يعني إعادة هيكلة لأسعار سوق الغاز العالمي. أكيد يعني لو يعني نتكلم في مجال الأسعار، حتى يعني أسعار مرتفعة جدا راح تعمل كساد اقتصادي في العالم، لأنه كدول مستهلكة تبحث عن أسعار ممكن منخفضة أو أسعار يعني متوازنة. حتى في السوق النفطية يعني نشوفه أو دائما نشوفه نفس المشكلة، هي قاعدة تقريبا قاعدة كلاسيكية، النفط لو وصل 300 دولار ستغتنم أنت كمنتج أو يعني كمصدر للنفط، ستغتنم الفرصة ممكن إلى شهر أو شهرين وبعدها سيتوقف المشتري اللي يعني زبائن اللي عندك تاع النفط راح يتوقف عن الانتاج بفعل هذه الاسعار المرتفعه جدا. لذلك يعني اسعار مرتفعه جدا ليست جيده بالنسبه للمستهلك ولا بالنسبه للمصدر، وايضا اسعار جد منخفضه ليست جيده بالنسبه للمستهلك والمصدر، لانه تقريبا الدول المصدره هي يعني تشتري من عند الدول المستهلكه. فيه توازن دائما يجب علينا الحفاظ عليه، وخصوصا عبر المنتدى يجب الحفاظ على هذه المكتسبات او حفاظ على اسعار الغاز، لانه الان نتكلم عن انه فيه زياده في الطلب ممكن بين 7 إلى 10% سنويا، هو رقم جد ضخم. نعطيك مثال انه الصين والهند زاد طلبها في السنتين الماضيتين باكثر من 11%، اللي هو يعتبر رقم ضخم في يعني في السوق الغازي. لذلك يعني فيه زياده على في الطلب او النمو في الطلب على هذه الماده. تتوافق ايضا ماده الغاز مع متطلبات التنميه المستدامه، لانه انظف يعني هي طاقه اكثر نظافه من الفحم. لذلك يعني فيه يعني توافق او فيه حتى السياسات البيئيه بالنسبه للدول المتقدمه تتوافق مع هذه الماده. لذلك يعني في المستقبل ما زال حيكون يعني تزايد او نمو كبير في هذه الماده. لذلك من حقهم انهم المصدرين يفكروا بطريقه انهم يحفظوا حقوقهم، لانه تقريبا كل هذه الدول المصدره موزنات العامة أو يعني احتياجاتها السنوية تستمدها من تصدير هذه المادة. أيضا يعني بالتطرق للتكنولوجيات الجديدة اليوم وكيف يمكن أن تساهم في دعم مكتسبات هذه القمة من خلال يعني الآراء المتبادلة بين المشاركين فيها. أكيد يعني الدول المصدرة في كثير من الدول، دائما نعطي المثال تاع الجزائر،
أنه في سنوات ماضية كنا نعتمد بشكل مفرط على الخبرة والتكنولوجيات الآتية من الشركات الكبرى النفطية لدول الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا إلى آخره. بمرور السنين الجزائر أو يعني شركة سوناترال على سبيل المثال أخذت الخبرة، كونت الكثير من الكادر البشري الجزائري، ولات عندها قدرة أنها يعني تشتغل بنفسها باستقلالية وبأريحية، عندها الكثير من التراكم يعني أو الرصيد المعرفي والخبراتي، أعطاها يعني هامش أكبر من الربح وتحقيق في الربح وتحقيق الاستقلالية في هذا المجال. يعني هذا مثال، والجزائر الآن تساعد في موريتانيا أو في مالي أو في نيجر أو في شراكات مع تركيا. يعني أصبحت سوناترال شركة رائدة في الاستكشاف والتطوير، أيضا لديها مخططاتها وبرامجها الخاصة في الاستكشاف والتطوير، عندها قدراتها المالية أيضا في الاستكشاف والتطوير الحقول والمواد المشتقة من الغاز أو النفط على سبيل المثال. بالنسبة للدول الأخرى فيه الآن يعني فيه يعني ممكن معادلة أنه كل ما يعني فيه تحكم، كان فيه تحكم في التكنولوجيا، يعني التكاليف تنخفض وأيضا تحقيق ربح أكبر أو قيمة مضافة أكبر يعني نقدر نعمله. لذلك يعني ممكن الخبرات ما بين الدول رح يثري هذا يعني التعاون ما بينها، وأيضا رح يعطيها هذه القوة أنها تتملص وتنعتق من الاعتماد على يعني ممكن الدول الكبرى أو الشركات الكبرى اللي فيها كثير من الاستغلالية. نعم، لما نتحدث عن مخرجات القمة وما ينتظر منها، نتحدث عن الشريك الأوروبي وما ينتظره من هذه القمة، خاصة في ظل التحولات والتحديات الراهنة التي يعيشها. أكيد يعني أنه كل الدول، ممكن كل دول العالم يعني أنظارها متوجهة لهذه القمة ومخرجاتها، لأنه الأمر مصيري بالنسبة لكل هذه الدول. الآن نتكلم عن يعني صعوبات كبيرة في إيجاد الطاقة أو في التزود بالطاقة في الدول الأوروبية على سبيل المثال. فيه كثير من الشركات يعني التاريخية في ألمانيا على سبيل المثال راهي تخرج من ألمانيا وتبحث عن بلدان فيها يعني مصادر للطاقة رخيصة وفيها استقرار طاقوي، لأنه نموذجها الاقتصادي بناته على طاقة رخيصة. الآن لم يصبع الكثير من الشركات الأوروبية أو الصناعات الأوروبية لم يعد لديها القدرة التنافسية التي كانت لها من قبل حين كانت تتزود بطاقة يعني رخيصة من روسيا. الآن المشكل يعني المشاكل السياسية والاضطرابات السياسية خلت أنه الدول ممكن الأوروبية أو الشركاء الأوروبيين يشوفوا في الجزائر موثوق، يعني ممول شريك وممول موثوق، لأنه الجزائر لديها كثير من الاحترام في التزاماتها التعاقدية، لديها كثير من التمرس في يعني التعامل مع الشركاء الأوروبيين، حتى وإن كانت فيه ممكن أزمات سياسية. على سبيل المثال شفنا أنه الجزائر وإسبانيا مرت بفترة فتور يعني سياسي، ولكن الجزائر احترمت يعني التزاماتها التعاقدية، هذا يعني ما أعطاها نقاط إضافية في سمعتها وموثوقيتها ممكن في الجانب الاقتصادي، يخلي كثير من الأوروبيين يعني في أريحية في التعامل مع الجزائر. وأيضا لو نتكلم حتى يعني ممكن في هذا المنتدى الجزائر لا تبحث عن ممكن عن افتعال المشاكل، يعني هذا الشيء يعني لم نقم به في أي يوم في تاريخنا، ولكن دائما نبحث عن عدالة في التوزيع، في الإنتاج، في التعامل، يعني فيه تكافؤ، فيه يعني فرص، أو فيه منطقة الرابح رابح. دائما الجزائر تنادي بهذه المفاهيم أو هذه يعني المقاربات. لذلك يعني أظن أن مخرجات القمة ستكون يعني متوازنة، ستكون في صالح الدول المنتجة، وتلزم يعني الشركاء على احترام هذه المصدرين أو هذه المنتجين. في ظل التحديات الراهنة والانتقال الطاقوي، أي مكان اليوم للغاز في مجال الطاقة؟ أكيد أنه الغاز هو طاقة انتقالية ما بين يعني ممكن الطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة كالفحم
ويعني الطاقات المتجددة في المستقبل، يعني هي حلقة يعني انتقالية ما بين هذه يعني هاد لي دو مود يعني دو فونكسيونمون او هاد لي دو مود دو كونسوماسيون، هاد طرق الاستهلاك تعطيك الوقت انك يعني تجد حلول في الابداع او يعني الاختراعات او يعني ايجاد حلول تكنولوجية تعطيك طاقة انظف وطاقة يعني مستدامة. ايضا فيه لي زوبجيكتيف دي ديفلوبمون دورابل تاع الاو دي دي يعني تاع الامم المتحده، يعني تلزم الدول او يعني تبحث دائما مع الدول الاعضاء في طرق يعني تطوير الطاقات المستدامه والطاقات النظيفه اللي هي تكفل يعني تكفل استمراريه في العيش يعني بصحه ويعني بطريقه سليمه في كوكب الارض. لذلك يعني الغاز هو حلقه يعني او حلقه يعني تساهم او تعطيك هذا الوقت ممكن 20 او 30 سنه، ولكن يجب الاسراع في ايجاد هذه الحلول يعني حلول الطاقه النظيفه وحلول الطاقه المستدامه. كمحلل اقتصادي كيف يعني ترون هذه القمه وما المنتظر من اعلانها؟ ننتظر انه يعني احنا نشوف الصوره الاكبر دائما، لانه الان الجزائر منتدى الغاز او منتديات ممكن استثماريه اخرى في كثير من اللقاءات على مختلف المستويات من يعني من رئيس الجمهوريه الى يعني الى الوزراء الى الشركات الى رجال الاعمال، في كثير من اللقاءات راهي تعقد في كثير من الجولات يعني الدبلوماسيه في خصوصا في الدبلوماسيه كانت هناك تحضيرات الاقتصادية على قدم وساق يعني لانجاحها على كافه الاصعده. نعم اكيد انه الجزائر لا تدخر جهدا في يعني في انجاح كل القمم، يعني ليس فقط يعني منتدى الدول المصدره للغاز، وانما كل القمم التي عقدت في الجزائر كانت دائما فيه بصمه في السياسه او في الاقتصاد او في الثقافه او في الرياضه، كان دائما بصمه جزائريه تحاول دائما انه تغير، وليس فقط يعني ممكن لقاء دوري لم يوجد في ممكن كل المحطات انه كان فيه لقاء فقط دوري شكلي في الجزائر، وانما كان دائما قرارات قويه تخرج من الجزائر. نحن يعني كاقتصاديين نتمنى انه ان نحاول انه نستمد الماكسيموم يعني من الفرص الاقتصاديه عن طريق هذا اللقاءات، لانه في الاحتكاك كثير مع يعني المشاركين، في كثير من المهندسين في مجال الطاقوي، فيه تبادل معرفي وخبراتي كبير، يعني راح يعطينا اكثر تمرسا واكثر خبره في هذا المجال. نعم، شكرا لك الخبير والمحلل الاقتصادي حمزة بوغادي على كل هذه التفاصيل بخصوص قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز. لا شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام إلى موجز العاشرة رفقة الزميلة سهيلة دغموم. شكرا رتيبة. موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس الوزير الأول نذير العربوي اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، خصص لاستعراض مسار تطور الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية ودراسة عدد من التدابير والاقتراحات الكفيلة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بمرافقة الحركية الإيجابية التي تعرفها الصادرات الجزائرية نحو مختلف الأسواق الدولية ضمن نظرة استشراف على المدى المتوسط. وتناول المجلس بالدراسة عناصر السياسة الوطنية لتعزيز المكاسب المحققة مع تسجيل الوثبة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتأكيد على مواصلة الجهود للحفاظ على هذا المنحى التصاعدي من خلال دعم مساهمة عدد من القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر على الأخص بالشعب الصناعية والصيدلانية والشعب الفلاحية والصناعة الغذائية ومشتقات المحروقات والمنتجات المنجمية، بالإضافة إلى بحث تطوير عمل الأجهزة والمؤسسات المعنية بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين سواء داخل الوطن أو خارجه حسب البيان. كما تناول المجلس سبل مرافقة وتطوير تصدير الخدمات، والذي ينتظر منه أن يساهم بشكل نوعي وكمي في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال بناء اقتصاد المعرفة.
وفي إطار مقاربته للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، استمع المجلس لجملة من الاقتراحات الرامية إلى معالجة بعض الانشغالات والصعوبات التي تواجه نشاط التصدير. في سياق الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، أشرف أمس كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات في عملية استباقية تهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الحرائق التي تهدد الثروة الغابية عبر الوطن. وبالمناسبة أكد مراد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعطى موافقته اقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق ذات سعة 3000 لتر، ومباشرة إجراءات استئجار 7 طائرات أخرى لإطفاء الحرائق وحشد كل الطاقات المادية والبشرية لتفادي تكرار الكوارث التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. بكل وقاحة تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية، وكانت بداية ذلك حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية على يد كليب مخزني صهيوني بباريس، ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة. نصيحة ودية لأتباع المخزن، يضيف المصدر، التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية، لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور، احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأنه انعقدت أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الدورة 11 للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية، ترأسها منصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مجرمان، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية أن ماري ديكوت. وقد سمحت هذه الدورة بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات على الصعيد السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتنقل الأشخاص. وأشار البيان إلى أن المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت أيضا محل نقاش بين المسؤولين الساميين، خاصة الوضع في منطقة الساحل وفي مالي والشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية بغزة، وكذا مسألة الصحراء الغربية. يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذه العام أن تكلفة الحج مقدرة ب 840 ألف دينار جزائري شاملة تذكرة السفر. فعلى المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج هذا العام إتمام واتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل تاريخ 20 مارس المقبل. في مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يستمر العدوان الصهيوني في يومه الـ45 بارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين الأبرياء، حيث استشهد وأصيب العشرات في غارات وقصف مدفعي لمناطق متفرقة من القطاع تركزت على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما قصفت المدفعية الاحتلال المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، كما شهد حي الزيتون بمدينة غزة قصفا مدفعيا واشتباكات مسلحة، في حين اقتحم الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية التي شهدت اعتقالات ومواجهات، بكل من مدينة جنين ومخيمها ونابلس ورام الله. وأمام تفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة، عبرت والوكالات الإغاثية الأممية عاملة في غزة عن استيائها الشديد من استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على الوكالات في أعقاب إيقاف سيارات إسعاف كانت تنقل مرضى من مستشفى الأمل لعدة ساعات واحتجاز عاملين صحيين.
تطورات تأتي في الوقت الذي عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بطلب من الجزائر وثلاث دول أخرى لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث أدانت الجزائر سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، داعية مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا منذ 7 أكتوبر الماضي. وبالمناسبة أكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة عمار بن جامع أن الوضع في غزة يبعث على الجزع ومعاملة الاحتلال للسكان اللا إنسانية، مذكرا بما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبحكمه عندما تفقد أمنك الغذائي تفقد كرامتك. ومن منبر مجلس الأمن الدولي وخلال اجتماعا لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع في تدخله أن تسوية الأزمة السورية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال السبل السياسية والحوار بين جميع الأطراف. العالم يركز على الوضع في غزة، ولكن علينا ألا ننسى سوريا. الوضع متقلب وعلينا أن ننتقل من إدارة الأزمة إلى تسوية الأزمة، فلنضع جانبا جميع الخلافات السياسية ولنعمل معا لخدمة سوريا. الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام وازدهار واستقرار. وبهذا نأتي إلى ختام موجز 10، نلقاكم في تمام 11 بحول الله، إلى اللقاء. عودة مجددة مشاهدينا الكرام، ودائما وبرنامج هذا الصباح يشكل المتحف الوطني للفنون الجميلة واحدا من الصروح الثقافية التي تزخر بها الجزائر، مما تحتويه من تحف أثرية رمزيتها ضاربة في جذور التاريخ. إلى فقرة تراثنا مشاهدينا الكرام، أين سنرتحل والزميلة نادية هندل إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة ونكتشف التحف الأثرية التي يعود عمرها إلى مئات القرون. بالفعل زميلتي رتيبة، مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. زيارتنا اليوم تقودنا إلى أحد أجمل وأرقى المتاحف بالجزائر العاصمة، فبمرتفع غبي مطل على البحر بين حديقة التجارب بالحامة ومقام الشهيد ينتصب أحد أهم متاحف الفنون في إفريقيا. إنه المتحف الوطني للفنون الجميلة الذي يسافر بزواره في رحلة فنية ثقافية عبر 6 قرون من تاريخ الفن العالمي بمجموعاته الأصيلة والنادرة. المنتمي في هندسته لتيار أرت ديكور، والذي يمتد على مساحة 4000 متر سنة 1930، وهو يزخر بحوالي 8000 قطعة أثرية، نصفها عبارة عن لوحات تشكيلية زيتية مرسومة على القماش والورق والخشب يعود أقدامها إلى القرن 14. يضم المتحف منحوتات ومسكوكات وأثاث وخزفيات، إلى جانب قطع ديكور وتحف جبسية وزجاجية وغيرها، فضلا عن الكتب والمطبوعات القديمة
التي تؤرخ في معظمها لأهم مدارس الفن التشكيلية في العالم، خاصة الأوروبية منها. يتميز المتحف ذو الأربعة طوابق بمعرضه الدائم الموسوم بتاريخ الفن العالمي، الذي يضم لوحات تشكيلية تمثل كبرى المدارس الأوروبية، تعود لعصر ما قبل النهضة إلى غاية القرن العشرين، كالإيطالية والفرنسية والفلامانية والهولندية والألمانية وكذا السويسرية. يضم المعرض رسمين للفنان الإسباني العالمي ورائد الفن التكعيبي بابلو بيكاسو، الأول بعنوان النسوة الثلاث والثاني عازف الناي وشابة بالطبلة. بين أروقة المعرض الدائم يتزين المتحف بقاعة عائشة حداد، التي تتميز بالعديد من روائع الفن البدائي الأوروبي على غرار بورتريه ألكسندر دي ميديسيس الذي يعود للقرن السادس عشر للفنان الإيطالي جاكوبو كاروتشي، وقد تم ترميمه سنة 2010 بمركز الحفظ والترميم الخاص بالمتحف. تعتبر لوحة الفنان الإيطالي بيرنابادي مودينا المعروضة بقاعة عائشة حداد أقدم لوحة بالمتحف، حيث يعود تاريخها إلى عام 1367. يحتوي المتحف على الصالون المربع، حيث تعرض العديد من إبداعات الفنانين الهولنديين على غرار لوحات رامبرانت، بينما تضم قاعة الخزفيات بجانبه تحفا فنية نادرة من شرق آسيا، خاصة الصين والفيتنام. تتواجد بالمتحف قاعة لفن النحت باسم صديق الثورة الجزائرية شارل ديسبيو، تضم العديد من إبداعاته كأبولون والرياضي الجالس، إلى جانب منحوتات أخرى كالسلم لأنطوان لوي باري. قاعتان صغيرتان للفن الاستشراقي يضمها المتحف، بهما أعمال فنانين فرنسيين معروفين كأوجين دولاكوا وأوغوست غونوار، حيث تسخر إحداهما بأثاث أصلي من القرن التاسع عشر يعود للمستكشف الفرنكو إيطالي بيير سافورينيا دي برازا، تم استرجاعه من إقامته الشخصية بالجزائر العاصمة. بالمتحف أيضا قاعة بشير يلس، التي تتميز بمعرضها الملحمة حول تاريخ مدينة الجزائر ولوحاتها التشكيلية الأخرى، التي تعود لعدد من كبار الفنانين الجزائريين المعاصرين أمثال محمد بوزيد وشكري مسلي. لا
لابريغولا أو التعريشة فضاء استراحة وتأمل للزوار مطل على حديقة التجارب يحوي العديد من المنحوتات الفرنسية كأعمال بوبليجان وكابتي فرانسوا. بالطابق السفلي للمتحف يتواجد رواق البرونز ويضم أهم أعمال النحت البرونزية أبرزها منحوتة هرقل حامل القوس التي تعود لعام 1916 بينما تتزين الأدراج ذات السلالم الخشبية العتيقة المؤدية للطوابق السفلية بلوحات لفنانين جزائريين أمثال الفنانة بايا محي الدين. قاعة محمد راسم هي الأخرى تضم إبداعات هذا الفنان الجزائري الرائد في المنمنمات إلى جانب ديوان المطبوعات والمخطوطات التاريخية القديمة الخاصة بالمتحف والتي يسهر على حفظها مركز الترميم التابع للمتحف الذي فتح أبوابه للجمهور قبل 90 سنة. إثر أن للمتحف الوطني للفنون الجميلة الذي أضحى مقصدا لكل زائر هناك مساع لاسترجاع أكبر قدر من القطع الأثرية التي تم الاستحواذ عليها خلال الحقبة الاستعمارية ما بين 1830 و1962. بهذا نصل إلى نهاية موعدنا لنهار اليوم، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل وموروث جديد بحول الله تعالى. شكرا لك يا زميلة نادية على هذه الفسحة إلى واحد من أعراق المتاحف بعراقة تحفه التي يعود تاريخها إلى مئات السنين. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، من الجزائر العاصمة إلى تندوف وبالتحديد إلى مخيم أسمارة نربط الاتصال بالزميل عمار طواقين الذي سيرصد لنا فعاليات الطبعة 24 لماراثون الصحراء بمشاركة العديد من المتضامنين الأجانب. صباح الخير زميل عمار. بالفعل نحن الآن صباح الخير زميلتي راتبة، تحية صباحية لجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري. بالفعل نحن الآن متواجدون بمخيم سمارة للاجئين الصحراويين، أين ستنطلق بعد لحظات فعاليات الطبعة 24 لماراثون صحراء ماراثون هنا بالمخيمات، حيث هذا الماراثون يعد أكبر حدث رياضي ينظم على مستوى الصحراء الغربية، يضم عدد كبير من المتضامنين والمشاركين الأجانب. أسعد باستضافة بوغليدة محمد وهو المشرف على تنظيم هذا الماراثون لإعطانا أكثر تفاصيل حول أهمية هذا الماراثون، الحدث، المسافات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. فيما يخص هذا الحدث الرياضي، هو حدث اعتاد الشعب الصحراوي منذ 24 عام على تنظيم هذا الحدث في هذا الوقت بالذات. الأهداف المرجوة من هذا الحدث هو يعني إعطاء خبرة للرياضيين الصحراويين، للعداء الصحراويين، للتعامل مع هذا النوع من السباقات، وأيضا هو أيضا يعني إبراز والله إظهار الوضع المجتمع الصحراوي اللي يعيش في وظروف في مخيمات العزة والكرامة، وأيضا هو تحميل كل المشاركين رسالة هذا الشعب، رسالة المجتمع الصحراوي لحملها يعني، ويصبحوا سفراء لهذا الشعب لما يرجعوا لبلدانهم، وهذا هو الهدف من هذا. والمشاركة الآن حوالي وصلت 400 مشارك في مختلف المسافات. هناك أربع مسافات، مسافة 42 كيلومتر من ولاية العيون أصول السمارة مرورا بولاية أوسرد، وهناك انطلاقة 21 كيلومتر من ولاية أوسرد أصولا إلى ولاية السمارة، وهناك مسافة 10 كيلومتر و5 كيلومتر. منطقة يعني الأصول هي في ولاية السمارة، حيث يعني كل جماهير الولاية تخرج لاستقبال وتشكيل
تشجيع هذه العدائين المشاركين في هذا الحدث. هناك أيضا مشاركة معتبرة من الدولة الشقيقة الجزائر تشارك، واعتدنا على مشاركتهم ومرافقتهم لهذا الحدث الرياضي في طيلة السنوات الماضية، وهذا شيء ما هو جديد على المجتمع الصحراوي، يعني مرافقة لهم الشعب الجزائري والدولة الجزائرية في كل يعني الأحداث الوطنية والأحداث الرياضية. شكرا لك سيدي على كل هذه التفاصيل. بالفعل الرياضة الصحراوية تعد أيضا رافدا من روافد المقاومة والتعريف بالقضية الصحراوية. هؤلاء المشاركين القادمين من أصقاع العالم من القارات الخمس هم الآن مشاركون في هذا الماراثون كرياضيون، وسيبقون سفراء ينقلون قصة وحقيقة واقعة قضية الصحراوية لبلدانهم. شكرا لك زميلنا عمار طواقين، كنت معنا من مخيم سمارة بتندوف لترصد لنا الطبعة 24 لماراثون الصحراء. متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام في برنامج هذا الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل. في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وامتداداتها الدولية، ومع تغير مسارات تسويق الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، في ظروف اقتصادية عالمية وبتوازنات متباينة، تبرز رهانات السوق الدولية للغاز كفاعل مؤثر في العلاقات الاقتصادية الدولية. ولأن الجزائر شريك بارز ووازن ضمن منظومة العالمية للغاز، تتجه الأنظار نحو الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الموعد الطاقوي الاقتصادي الأبرز مع مطلع سنة 2024. التلفزيون الجزائري يرافق الحدث، تغطيات مباشرة، لطهات للنقاش والتحليل مع أبرز الخبراء والمحللين. لقاءات وحوارات مع ضيوف الجزائر، تغطية إعلامية متواصلة، ومواعيد إخبارية بتوقيت القمة. القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الجزائر 2024. التلفزيون الجزائري يواكب الحدث. متواصلون دائما معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج هذا الصباح. إلى ولاية قسنطينة الآن نربط الاتصال بالزميلة عائشة بوربيق التي سترصد لنا فعاليات الملتقى الجهوي حول الشعب الفلاحية البديلة والمكملة تحت شعار تنمية وتطوير الزراعات البديلة. صباح الخير زميلتي عائشة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك رتيبة، صباحك طيب. صباح طيب للفريق التقني العامل معك في برنامج هذا الصباح. إذن مشاهدينا مرحبا بكم، أهلا وسهلا معنا مباشرة من ولاية قسنطينة من قصر الثقافة الملك حداد. نحضر وإياكم فعاليات الملتقى الجهوي حول تنمية الشعب الفلاحية البديلة والمكملة، وحتى لا نطيل إذن للحديث وبإسهاب حول فعاليات هذا الملتقى أسعد باستضافة السيد حملي فريد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. سيدي مرحبا بكم معنا، شكرا على قبول الدعوة. شكرا على الاستضافة، وعبركم تحياتي كل قائمين على التلفزيون الوطني. نتحدث عن فعاليات هذا الملتقى الجهوي، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني بالنسبة لنا، بالنسبة للبرنامج تاعنا السنة هذه، يدخل في إطار برنامج الغرفة الوطنية وعبرها برامج الغرف الولائية. هذا الملتقى يهدف أول حاجة باش نبينوا أهمية الزراعات البديلة، يعني كالنباتات العطرية، النباتات الطبية، وكذلك الأشجار المقاومة للجفاف. وهناك عدة تجارب يعني في اليوم شفناها هنايا من منتجي الخروب، منتجي التنشوكي، منتجي، وهذا باش نبينوا أهمية هذه المنتجات في ظل كل التغيرات المناخية، لأنه شفتوا السنوات الماضية وين يعني هناك جفاف كبير
يعني يضرب البلاد. وهنا حبينا نبينوا للفلاحين نعطيهم بدائل على الاقل باش تكون هناك توازن في يعني في الانتاج تاعهم. كذلك عندها دور كبير هذه المنتوجات، شفنا باللي كيما زيت التين الشوكي، كذلك الخروب. السنه الماضيه الخروب كان حوالي تصدير تاع اكثر من 7 ملايين دولار بالنسبه للمنتوجات تاع الخروب، واصبح عنده مكانه في الاسواق العالميه. يعني كذلك هناك بالنسبه للنباتات العطريه ومستخلصات، نحن نستوردوا كميات كبيره من نباتات من الزيوت الاساسيه، وهذا اللي نستعملوه خاصه في الادويه. وهذا يعني الملتقى راح يبين اهميه هذه المنتجات في خلق الثروه كبديل، وخاصة مقاوم للجفاف، وكذلك بالنسبة خلق الثروة للفلاح، وكذلك بالنسبة لجلب العملة الصعبة. كذلك يعني هي منتوجات ذات جودة عالية، يعني نقدروا تكون عندنا مكانة بهذه المنتوجات في الأسواق الدولية. إذن نشوف فيه أن هناك مشاركة كبيرة من مختلف ولاية الوطن، ربما كل واحد اليوم جاب التجربة الخاصة به. كيف كان هذا اللقاء بين كل هذه الفلاحين اليوم في هذا الملتقى؟ لا، هو الهدف هو أنه كل الفاعلين وكل يعني نجمع كل الخبرات تاع المنتجين يعني عبر ربع الوطن. يعني هناك مشاركة تاع عدة ولايات، هو ملتقى جهوي، كاين حتى ولايات من الجهات الغربية، من تسمسيلت، من تيارت، يعني مشاركين اليوم في هذا الملتقى، لأنه هناك عدة تجارب. احنا أردنا أن نجمع هذه التجارب باش يكون تلاقح تاع الأفكار، ونوسعوا هذه المنتوجات على ربوع الوطن لأنه عندها أهمية كبيرة. جزيلا لكم سيدي. إذا كما أضيف فقط مشاهدينا أنه راح تكون فيه غدا بحول الله ورشات أيضا مرافقة لهذا الملتقى الجهوي، حيث ستعرض مختلف التجارب ومختلف التقنيات الحديثة المستعملة في مختلف هذه الشعب الفلاحية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه التغطية المباشرة من هنا، أقول من قصر الثقافة ملك حداد بقسنطينة، عودة إليكم. شكرا لك يا الزميلة عائشة بوبريق على إفادتك لنا بتفاصيل هذا الملتقى. ودائما في سياق الملتقيات، نظمت وزارة الثقافة والفنون ملتقى الجزائر الدولي حول التراث الثقافي المغبور بالمياه، بحث أثري، حماية وتثمين، جاء تنظيمه لإبراز مساهمته في الاقتصاد الأزرق. للحديث أكثر عن هذا الملتقى محاوره ومخرجاته، نسعد باستضافة الدكتور عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث. صباح الخير سيدي. صباح الخير رتيبة، وصباح الخير لكل مشاهدي التلفزيون الجزائري. إذا سعداء باستضافتك. يعني قبل الحديث عن الملتقى وعن محاوره وأهم مخرجاته، لو نعرف المشاهد الكريم بما الذي نقصده بالتراث الثقافي المغمور تحت المياه. أكيد التراث الثقافي هو متشعب وفيه أصناف كثيرة، ومن بين أصناف التراث الثقافي هو التراث الثقافي المغمور بالمياه. عرفت الاتفاقية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه هذا الصنف بأنه جميع آثار التواجد الإنساني التي غمرت بالمياه جزئيا أو كليا لمدة أكثر من أو تقل عن 100 سنة. يعني هذا الصنف هو جميع الآثار الموجودة في باطن البحر، وفي حتى في المياه الداخلية للدول. ماذا عن الملتقى وعن مجريات تنظيمه؟ ما هي أهم النقاط والمحاور التي ناقشها، وماذا كانت مخرجاته؟ أكيد هذا الملتقى يأتي تنظيم، أولا هذا الملتقى في صلب اهتمامات وزارة الثقافة والفنون، وعلى رأسها السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي، بالاهتمام بكل أصناف التراث الثقافي. ومن بين التراث الثقافي المعرض للنهب والمعرض والأكثر يعني أكثر تعرضا للخطر هو التراث المغمور بالمياه. يأتي كما قلت أنه تنظيم هذا الملتقى
يأتي للاحتكاك بالتجارب الدولية. مشاركة أيضا المنظمة الأولى في حماية التراث الثقافي وخاصة منظمة اليونسكو وكل الطاقم التقني والعلمي للمتخصص في التراث المغمور بالمياه. حضورهم هنا يؤكد حرص وزارة الثقافة والفنون كما قلت على رأسها الدكتورة سورية مولوجي بالاهتمام بكل أنواع التراث. كنا استقبلنا العام الماضي ونظمنا العام الماضي ورشة حول التراث الثقافي اللامادي. هذه السنة احتفت وزارة الثقافة والفنون بالتراث بهذا النوع من التراث الثقافي ألا وهو كما قلت التراث المغمور بالمياه. نعم، لما نتحدث عن هذا النوع من التراث يجب التطرق لجهود الجزائر في البحث عنه وأيضا في المحافظة عليه. الجزائر 1644 كيلومتر من الساحل، 14 ولاية ساحلية، هي تراث ثقافي غني جدا منذ ما قبل التاريخ، منذ عصور ما قبل التاريخ. المصادر التاريخية والمصادر الكتابية القديمة تروي الكثير من المحطات الأثرية الموجودة على الساحل الجزائري. في القرن الخامس قبل الميلاد كانت هناك محطة بحرية أو محطة لصناعة السفن أنشأها القائد الإغريقي أو الكريتي أغاتوكل في سواحل عنابة. ثم أيضا اكتشافات مهمة جدا في العهد تعود إلى الفترة الفينيقية والفترة النوميدية، خاصة أن تواجد الفينيقي تواجد التبادل التجاري صنع أو ترك الكثير من البصمات على الساحل الجزائري من رشقون، هذه الجزيرة التي عرفت تبادل تجاري كبير جدا في غرب الجزائر. أيضا تيبازا، هذه المحطة البحرية الفينيقية والتي لا تزال المقابر الفينيقية موجودة إلى يومنا هذا. أيضا مدينة بجاية، هذه المدينة التي كانت من خلالها تصدر الزيوت والنبيذ والقمح. فالجزائر في العهد القديم كانت مطمورة لتصدر المنتجات الغذائية لكل أقاليم البحر الأبيض المتوسط. كل هذه الحضارات تركت أيضا الكثير من البصمات والتي تتمثل أيضا في البنى التحتية من موانئ من ملاجئ. اكتشفنا إلى غاية اليوم أكثر من 60 ملجأ بحري يعود إلى الفترات القديمة، وأكثر من 27 محطة بحرية تعود إلى الفترات العهد الوسيط. وكنا أسياد البحر في العهد العثماني، البحر الأبيض المتوسط كان تاريخنا يؤكد أننا كنا أسياد البحر. وأكيد أسياد البحر أكيد أنه الكثير من الآثار المغمورة في سواحلنا أو الإقليمية. نعم، من بين أهم النقاط فيما يخص هذا التراث الثقافي هو يعني إدراجه ومساهمته في الاقتصاد الأزرق، كيف سيكون ذلك؟ مساهمة التراث الثقافي عموما في الاقتصاد والتنمية المستدامة هو أصبح اليوم اهتمام كل الدول. ومن أهم مصادر هذه التنمية المستدامة وهذا مساهمة التراث الثقافي عموما في التنمية أيضا نجد مساهمة التراث الثقافي المغمور بالمياه. اليوم التنافس شديد جدا بين الدول للتعريف بهذا التراث وتشجيع أيضا السياحة إن صح التعبير تحت المائية. فهناك متاحف بأكملها أنشئت تحت الماء تحت البحار في كل يعني الدول خاصة الأوروبية وحتى الإقليمية. فهنا فقط في السواحل الجنوبية في مصر مثلا نجد متحف قائم كله تحت الماء في سواحل الإسكندرية. أيضا هذه التجارب لدينا، هذا الملتقى يأتي إلى اكتساب هذا الاحتكاك واكتساب هذا التجارب والتعرف أيضا على مختلف تجارب دولية في مجال الاستثمار في مجال تنمية هذا الصنف من التراث الثقافي. يعني يجب الاستثمار في هذا النوع من التراث للترويج للسياحة أيضا. الترويج للسياحة الجزائر من الناحية التراثية، وجهة الجزائر من الناحية التراث الثقافي يعني معروف عليها دوليا، يعني لدينا سمعة طيبة جدا على المستوى الدولي في مجال ثرائنا من حيث التراث الثقافي. ولكن التعريف بهذا التراث والترويج له هو اليوم محط اهتمام
كل الفاعلين في مجال التراث الثقافي، ومن بين هذه من بين اصناف هذا التراث ايضا التعريف بالتراث بتراثنا المغمور بالمياه من خلال مشاركه باحثينا، ونحن نملك يعني ثله من الباحثين الشباب الذين نكونهم في مركز البحث في علم الآثار سواء أو حتى في المتحف الوطني البحري للترويج والتعريف بهذا التراث المغمور بالمياه. نعم، لما نتحدث عن هذا التراث الثقافي المغمور بالمياه يجب أن نتحدث على عامل مهم وهو عامل التصنيف على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي كتراث جزائري. كما بدأت قلت أنه السيدة وزيرة الثقافة والفنون تسهر على حماية كل أصناف التراث، وهي أيضا أعلنت أو أطلقت ورشة لإعادة النظر في كامل المنظومة القانونية للتراث الثقافي الجزائري. نحن نعمل على إدراج هذا الصنف من التراث الثقافي على الرغم من أنه موجود في قانون 98/04، ولكن لم الاتفاقية جاءت بعد هذا القانون، بعد صدور قانون 98/04 جاءت الاتفاقية الدولية في سنة 2001، يعني بمعنى أنه إدراج التراث الثقافي في المنظومة أو التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنظومة القانونية هو أيضا من أهداف هذا الملتقى ومن أهداف تنظيم هذا الملتقى بالاحتكاك. والسيدة الوزيرة أكدت على أن القانون الجديد، قانون حماية التراث الثقافي الجديد، سيكون قانونا له أبعاد وتوجهات دولية، يعني نكتسب الخبرات من كل التجارب الدولية، وكنا قد نظمنا أيضا جلسات لمراجعة هذا القانون، وسيدرج ضمن مواده أكيد التراث المغمور بالمياه. نعم، شكرا لكم سيدي على كل هذه التفاصيل بخصوص هذا الملتقى الذي خصصتموه للحديث عن التراث الثقافي المغمور بالمياه. أهلا وسهلا. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، دائما في سياق الأحداث الثقافية إلى ولاية أدرار نتجه الآن، أين تنطلق اليوم فعالية المهرجان الوطني للإنشاد والمديح الديني. نربط الاتصال بالزميل عبد النور هامل. إذن مباشرة من المسرح الجهوي لولاية أدرار، أين يحتضن فعاليات المهرجان الجامعي الوطني للإنشاد والمديح الديني في طبعته السابعة. وللحديث أكثر عن برنامج هذا المهرجان يحضر معنا السيد محمد دليل الشريف مدير الخدمات الجامعية ومحافظ المهرجان. أهلا بك سيدي. إذن هل لك أن تدعنا في قلب الحدث، وما هو ممكن برنامج هذه الفعالية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحتضن ولاية أدرار اليوم فعاليات المهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح الديني في طبعته السابعة، والذي برعاية كلمة السيد ولي ولاية أدرار بإشراف من السيد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية، وهذا في إطار تنفيذ برنامج السنوي للتعليم العالي والبحث العلمي والمحتوى الوطني للخدمات الجامعية. مديرية الخدمات الجامعية دعمت على تنظيم هكذا مهرجانات، هي الطبعة السابعة الآن، حيث شرعت لجنة التنظيم في مراسلة ولايات الوطن ومديرية الخدمات الجامعية والجامعات من أجل تأكيد مشاركتها، حيث أكدت. شكرا للزميل عبد النور هامل على تغطيته لهذا المهرجان الوطني. والآن مشاهدينا الكرام إلى آخر فقرة في برنامج اليوم من هذا الصباح، الفقرة الرياضية رفقة الزميل وليد غريبية. صباح الخير وليد. صباح النور رتبة، صباح الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى الصباح الرياضي والمستهل بالمنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات الذي فاز أمس على نظيره البوركينابي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريقين بملعب نيلسون مونديلا ببراقي. يذكر أن شبليات المدرب فريد بن ستيتي كان فزنا في المباراة الأولى أمام نفس الفريق بثنائية نظيفة، ويأتي هذا في إطار استعدادات أقول سيدات الخضر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. ولكن التأخر كان ثم التحضير بشكل رائع.
سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم غرامة مالية في حق بعض المدربين بداية احتجاجاتهم على قرارات الحكام، من بينهم مدرب نجم بن عكنون تزيري بلال ومدرب حراس فريق اتحاد خشلة علاوة والمدرب المساعد لمولودية وهران عبد اللطيف بوعزة عيادي بعشرة ملايين سنتيم، وغرامة اللجنة ذاتها فريق مولودية وهران بستة ملايين سنتيم أقول بسبب استعمال الألعاب النارية، وعشرة ملايين سنتيم بسبب تواجد غرباء في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، وقيمة ثلاثين مليون سنتيم بسبب انعدام الشروط اللازمة في غرف تغيير الملابس. فيما أعلنت لجنة الانضباط عن إبقاء ملف شباب قسنطينة مفتوحا على خلفية تصريحات الإعلامية. تحسبا للألعاب الإفريقية بأكرا 2024 وضعت الدولة الجزائرية كافة الإمكانيات تحت تصرف ممثلي الراية الوطنية تحسبا للاستعداد لهذا الحدث الرياضي القاري. اسمع الميلودي. والنظر صوب منصة التتويج هدف آخر تصبو إليه الرياضة الجزائرية في رهان الطبعة 13 للألعاب الإفريقية بأكرا الغانية، محطة تأتي قبل أولمبياد باريس 2024 تحضر له النخبة الوطنية بكل جدية لمقارعة المنافسين في مختلف الاختصاصات وتحصيل أفضل النتائج. ولهذا الهدف تعكف الاتحاديات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الجزائرية على التنظيم والمرافقة الجيدين بهدف وضع الرياضيين المعنيين بالمشاركة في أحسن الظروف والاستعداد الجيد. فيما يخص اللباس الرياضي تم اختيار لباس لائق بالنسبة للمنتخبات الوطنية من أجل إعطاء صورة تشرف المنتخبات الوطنية، خاصة أنه نعول كثيرا على كل الرياضيين المشاركين، بما أنه المشاركة دائما تكون مشاركة نوعية من أجل شرف الرأي الوطني. 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا سيتنقلون إلى أكرا عبر جسر جوي بدفعات وفقا لبرنامج المنافسة لكل اختصاص. سيكون من ضمنهم 19 رياضيا ضمنوا تأهلهم إلى أولمبياد باريس، رقم مرشح للارتفاع من بوابة الألعاب الإفريقية، وفي أربعة اختصاصات من أصل ثمانية على غرار كرة الريشة، تنس الطاولة، التنس وترياتلون. مشاركة هذه راح تكون حسب المنافسة الجور جيت على كومبيتيسون، وقت يكون راح يكون عندنا إن شاء الله 12 ديبار إن شاء الله، راح يكونوا دي فوليشلوني، يعني راح يكون على حسب التعداد تاع هذوك الاختصاصات الرياضية على حسب المنافسة وقتاش تكون. محطة أكرا ستكون فيها ألعاب القوى الجزائرية الأكثر تمثيلا ضمن الوفد الرياضي الوطني ب24 عنصرا متبوعا بالملاكمة ب20 ملاكما، ثم الكاراتيدو والسباحة ب19 و18 رياضيا على التوالي. أما في الرياضات الجماعية، الجزائر ستشارك في أربعة اختصاصات وهي كرة اليد سيدات، كرة السلة 3-3 عند الجنسين، الكرة الطائرة سيدات، والكرة الشاطئية، بالإضافة إلى بعض الرياضات الاستعراضية. إن شاء الله احنا نتمناو يعني يكونوا فيه يعني الرياضيين توانا راح يتأهلوا من هذه انطلاقا من هذه الألعاب الإفريقية. الرياضيين توانا عندهم يعني محطات أخرى، يعني في بعض الرياضات أخرى عندهم محطات تأهيلية للألعاب الأولمبية اللي حتصرى إن شاء الله في باريس. موعد هو امتحان للرياضة الجزائرية من أجل تحصيل أكبر عدد من الميداليات وتحسين الأرقام بمجموعة ستجمع بين الخبرة والشباب. الحافز عندها هو التألق وتمثيل الألوان الوطنية أحسن تمثيل. في ألعاب القوى يشارك 3 عدائين جزائريين في بطولة العالم للألعاب القوى داخل القاعة المقررة من الفاتح إلى 3 مارس الداخل بسكوتلندا، ويتعلق الأمر بكل من ياسر تريكي في القفز الثلاثي ومحمد علي جوانت في اختصاص 800 متر وأمين بعناني في سباق 60 متر حواجز. ومن جانب آخر، احتضنت مديرية الأمن لولاية وهران فعاليات البطولة الجهوية للجيدو في طبعتها 13 ما بين مصالح الشرطة بمشاركة فرق رياضية من 12 ولاية في غرب البلاد. نوال إسماعيل فراقي.
البطولة الجهوية للجيدو ما بين مصالح الشرطة في طبعتها 13 بتلمسان تميزت بمشاركة واسعة ضمت مختلف الأوزان. طبعة 13 للبطولة الجهوية لرياضة الجيدو ما بين مصالح الشرطة للموسم الرياضي 2023-2024 تميزت بنجاح كبير وإشراف مباشر من طرف المفتشية الجهوية لشرطة الغرب، حيث تميزت بمشاركة أكثر من 92 مصارع يمثلون 12 أمن ولاية للناحية الغربية يتنافسون من أجل التأهل إلى البطولة الوطنية للجيدو. الحمد لله رحنا نفوتوا في هذه التظاهرة، ظروف حسنة وما شاء الله ما شاء الله كان تنظيم حسن والحكام راهم في المستوى. اليوم الأول من المنافسة شهد تنافسا شديدا بين المصارعين، حيث تعد البطولة محطة هامة لاختبار القدرات البدنية لأفراد الجهاز. المهام تاعنا تطلب رياضات قتالية في الميدان، لأنه الميدان راه يطلب احترافية كبيرة. المشاركة تاعنا اليوم راها هنايا في تلمسان في الوزن أقل 81 كيلوغرام كأول مشاركة في الجهوي بالنسبة للمؤسسة المدير العام للأمن الوطني، إن شاء الله نروحوا للناسيونال. صفتي شرطية أكيد نحتاج لهذه الرياضة، رياضة الجيدو، رياضة الكاراتيه، رياضة الأخرى، وهذا لمكافحة الإجرام والمجرمين أكيد والدفاع عن النفس وحماية المواطن أكيد. المديرية العامة راهي تحفز ثاني الرياضيين باش يمارسوا الرياضة، باسكو هذه الرياضة هذه رانا نحتاجوها في الحياة الميدانية. رياضة الجيدو ككل الرياضات تساعدنا لكي نقوم بمهامنا على أتم وجه، وكذا تسمح لنا بأن نكون دائما متواجدين في الميدان. يشار إلى أن فعاليات هذه المنافسة الرياضية تستمر لثلاثة أيام. في أخبارنا الدولية، تأهل النجم البريطاني المخضرم أندي ميراي إلى الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد فوزه الصعب على الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين لواحدة. ورغم تقدم الكندي في المجموعة الأولى بستة مقابل أربعة، تمكن ميراي من العودة بقوة ليظفر بالمجموعتين الثانية والثالثة بسبعة لستة وستة لثلاثة، محققا الانتصار رقم 500 في مسيرته في الملاعب الصلبة. كما تأهل الهولندي بوتيك فوندو إلى الدور السادس عشر بعد فوزه على الفرنسي أدريون ماناريو المصنف السادس في البطولة الإماراتية، وحسم الهولندي اللقاء بمجموعتين نظيفتين 7-6 و7-5 على التوالي. وتحسبا للألعاب الأولمبية، تقترب العاصمة الفرنسية باريس من الجاهزية للحدث الرياضي الأبرز عالميا من خلال تجهيز ملاعب ومرافق بمختلف الوسائل والطرق. نتابع. الاقتصاد الأخضر في خدمة أكبر عرس رياضي على وجه المعمورة هو ما يمكن أن نصف به المبادرة التي تقف وراءها شركة لوبافي المتخصصة في البناء البيئي والرسكلة. كراسي مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره من الصناديق المحلية سيجلس عليها المتفرجون في شتى المنافسات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. في الواقع نقوم باسترجاع المواد من عدة متعاملين. هناك أكثر من 50 متعامل نعمل معهم، يسترجعون النفايات ويقومون بفرزها من القمامات الصفراء، يجدون نفايات بداخلها ويقومون بفرزها وتفريق مختلف أنواع البلاستيك، ونحن نسترجع عدة أنواع من البلاستيك لصناعة المقاعد. ما لا يقل عن 11 ألف مقعد سيتم تصنيعها من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، مما يقلل من استهلاك الطاقة وتجنيب إنتاج نفايات جديدة، وهو المبدأ الذي يقوم عليه الاقتصاد الدائري برسكلة مواد مستعملة، والتي يعد البلاستيك واحدا منها. C'est déjà avoir un impact environnemental assez fort en utilisant un déchet, un produit qui a été créé et fabriqué. ما نقوم به له أيضا بعد بيئي قوي جدا باستعمال النفايات التي تم إنتاجها واستهلاكها لمدة قصيرة، وإيجاد حل لهذه النفايات البلاستيكية. كيف نجد الحل لهذه النفايات البلاستيكية؟ الفكرة الأولى عند لوبافي كانت أن نصل لصناعة مواد تدوم لوقت طويل، وبالتالي إيجاد تقنية لإعادة جمع هذا البلاستيك دون إضافة مواد خارجية وإنتاج مواد لعالم البناء والإعمار.
لا يوجد فقط مشاكل ولكن هناك أيضا حلول، أو بمعنى آخر لكل مشكل يوجد حل، هو ما ينطبق على مبادرة شركة لوبافي والتي جاءت بعد توقف العديد من مصنعي البلاستيك عن العمل، ليس بسبب عدم وجود طلبات ولكن بسبب عدم وجود مواد أولية، ما جعلهم يتجهون إلى النفايات لاستعادة المواد البلاستيكية وإعادة رسكلتها، وبالتالي الاستعداد للأولمبياد من خلال مقاعد مصنوعة من بلاستيك أعيد تدويرها. إلى هنا مشاهدينا نطوي أوراقنا الرياضية لهذه الصبيحة، شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى رتبة. شكرا لك زميل وليد غريبي على كل هذه التفاصيل الرياضية. إذن مشاهدينا الكرام، بالحصاد الرياضي نطوي ملفاتنا لهذا